صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فمن ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن صدق الله العلي العظيم. اللجنة العامة للطلبة العربيين في اشتراك اللجنة
نرجو من جميع الطاقات العلمية المساهمة الفعالة في هذه الندوات التي سوف يعلن عنها في وقتها إن شاء الله تعالى. ويسرنا ويشرفنا أن نستضيف بهذه المناسبة نخبة من الباحثين والعلماء والفضلاء، فإني باسمي وباسم الهيئة العلمية أتقدم بالترحيب بجميع العلماء والفضلاء والأساتذة وجميع المشاركين في هذه الندوة. السلام عليك يا سيدي يا أبا جعفر، أيها النور الإلهي في زمن الظلام. السلام عليك يا من ساهم في بناء الجيل الإسلامي المثقف. السلام عليك يا من أسس للفكر الإسلامي أسس لا يزحزحها الزمن. السلام عليك وعلى أختك المجاهدة بنت الهدى. السلام عليك وعلى آبائك البررة وعلى جميع فقهاء الأمة وعلماؤها ورجالها المخلصين. السلام عليك يا أبا جعفر يوم ولدت، ويوم دافعت عن الإسلام العظيم بقلمك، ووقفت شامخا عزيزا أبيا أمام الطغاة، ويوم تبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فجاء دور سماحة الشيخ حجة الإسلام والمسلمين الشيخ حميد الجياشي مسؤول مكتب آية الله العظمى الشهيد محمد صادق الصدر في قم المقدسة، يتناول فيها الظلم والإقصاء والتهميش والتجريح الذي يطال فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر. فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. العلماء الأفاضل الأخوة الأعزاء، في بداية هذا الحديث المختصر أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة الفضلاء الأعزاء في مجمع الحوزة العلمية العراقية، وكذلك الأخوة الأعزاء أيضا في اتحاد الطلبة العراقيين لإتاحة هذه الفرصة للكلام في هذه المناسبة المباركة. حديثي سيكون مختصرا جدا، ويكون طبعا بعنوان، أولا أنا يعني أتكلم بعنواني طالب علم أولا، وأتحدث عن سيدنا الشهيد قدس سره الشريف، وهذه العناوين الإدارية المكتب أو إدارة المكتب وكذا، هذه عناوين ثانوية لعله يعني لها تأثير بشكل غير مباشر، ولكن أتكلم بكوني طالب علم وأنتمي أيضا للمؤسسة الدينية الشريفة. حديثي
سوف ينحصر في ظلامة من ظلامات الشهيد الصادق قدس سره الشريف. طبعا اسم الشهيد الصادق اقترن دائما بالمظلومية، دائما عندما نتذكر أو نذكر الشهيد الصادق تأتي المظلومية، دائما اسم الشهيد الصادق اقترن بالحسرة والأسى والألم والاهتضام. طبعا أتكلم في البعد العلمي فقط، وإلا ظلامات الشهيد الصدر كثيرة في حياته وفي طريقة استشهاده وإلى يومنا الحاضر كثيرة وجوانبها كثيرة، ولا أريد أن يعني تفتح ملفات لعله تبتعد بنا عن محور هذه الندوة المباركة. الظلامة التي أريد أن أتكلم عنها ظلامة الشهيد الصدر في الجانب الفكري. طبعا فكر الشهيد الصدر فكر لا يمكن أن تسعه هذه الكلمات المختصرة وهذه الدقائق المعدودة لكي نقف على عظمته وعلى عمقه المعرفي، ولكن نعتقد أن هذا الفكر العملاق ما زال بكرا إلى هذه اللحظة بالرغم من كثرة الدراسات والبحوث والجهود العلمية التي أنجزت في مجال فكر الشهيد الصدر. فكر الشهيد الصدر قدس سره الشريف، الآن الشهيد الصدر كما تعلمون وكل أمة تفتخر بعظمائها وتفتخر بمفكريها، ولكننا نجد إلى هذه اللحظة وإلى هذه الأيام أن الشهيد الصدر من هذه الناحية لم يؤخذ أو لم يأخذ حقيقة مساحته المطلوبة في أوساطنا العلمية والمعرفية، ولا أقصد طبعا أوساطنا الحوزوية فقط، وإنما حتى في الوسط الأكاديمي لم يأخذ فكر الشهيد الصدر حجمه الصحيح. فمثلا نحن الآن في العراق، أضرب كمثال في العراق، الشهيد الصدر طبعا ليس للعراقيين فقط ولكنه لكل الأحرار في العالم مهما كانت أديانهم ومعتقداتهم، ولكن أتكلم عن التجربة الموجودة في العراق. في العراق الآن في الدراسات الأكاديمية على الأقل يوجد عندنا، وهذا موجود يعني نحن عندنا متابعة حقيقة في هذا المجال حتى على المستوى الحكومي أيضا، نجد أن الكتب الموجودة المطبوعة في المنهج الأكاديمي سواء في الدراسة الابتدائية مثلا أو الدراسة المتوسطة أو الدراسة الثانوية أو الدراسة الجامعية، نجد أنهم مثلا عندنا الآن في الدراسة الابتدائية موجود هذا التربية المسيحية للأول ابتدائي إلى السادس إعدادي، كتاب مطبوع لكل المراحل الدراسية في التربية المسيحية. نجد حتى عن الغناء كتب موجودة عن الغناء وعن فوائده وعن كذا موجودة الآن في أوساطنا الأكاديمية في العراق وتدرس بشكل رسمي ومتبنات من قبل الدولة. فمثلا عندنا احنا في اللغة الإنجليزية أتذكر للأول متوسط أو للمراحل المتوسطة يوجد كراس إضافي لكتاب اللغة الإنجليزية، نجد يتكلمون عن المغنين وعن أسماء المغنين والمطربين بل يعني يعتبرهم ذولا من عظماء العراق ويعتبرهم أنه خدمة للعراق فيجب أن يذكر اسمهم، يعني في حين يقدم طالب في الجامعة رسالة عن الشهيد الصدر أو عن أحد يعني الأبعاد في فكر الشهيد الصدر يحتاج إلى 1000 شرط حتى تقبل هذه الرسالة، لأنه هذا الشهيد الصدر ديني وطائفي وهذه الرسالة ما ممكن أن تعطى بعد أكاديمي وإلى آخره يعني. فحقيقة طبعا لا أريد أيضا أن أذكر يعني الظلامات كثيرة حقيقة، خصوصا أنه هذا حقيقة في الشيء يدمي القلب، ولذلك أنا أقول أن الشهيد الصدر ذكره دائما ممدود بالظلامة والأسى والألم. سبحان الله لعله الله سبحانه وتعالى كتب لهذا الإنسان العظيم
أن يتحمل من الظلم حتى بعد مماته لكي يرتفع إلى أعلى عليين في درجات الآخرة. فنجد مثلا حتى قبر الشهيد الصدر، مركز الشهيد الصدر سبحان الله، لحد الآن لم بعد مرور هذه السنين الطويلة أيضا كذلك تمر على مركز الشهيد الصدر لا تجد إلا يعني فدأتها وألم حقيقة يعتصر قلبك عندما تصل إلى القبر الشريف، أن هذا المفكر العملاق العظيم بعد مرور هذه السنوات لابد أن ترفع راية باسمه مثلا في العراق، في كل محافظة نبني مؤسسة فكرية علمية باسم الشهيد الصدر، فضلا عن النجف التي هي جامعته الكبرى والتي انطلق منها والتي وصل إلى أعلى درجات العلم فيها. تجد أنه المسألة حقيقة جدا ماخذة هامشية مأساوية يعني في هذا الجانب، في حين يعني نرى كثير من الأمور يهتم بها في على الأقل في الدولة مثلا. يعني أضرب مثال باعتبار أريد أقول أنه لماذا مثلا لا يعني فكر الشهيد الصدر سواء الفكر الاجتماعي أو الفكر الديني أو الجانب المعرفي بكل أبعاده حقيقة يستحق أن يدرس ويدرس. يعني الآن المناهج الموجودة في الدراسات الأكاديمية، أنا أركز طبعا في الدراسات الحوزوية أيضا صارت ظلامة، يعني لحد الآن نحن في أوساطنا أنه هذا يقولون دارس حلقات ما دارس كفاية، فلذلك لا يستحق أن يدخل البحث الخارج. يعني هذا موجود يعني سواء في قوم أو في النجف، يعني عموما هذا الشعور موجود. يعني هذا جانب آخر، جانب الحوزوي لأن جانب حساس ولا نريد أن نتطرق إليه في هذه اللحظات. الجانب الأكاديمي يعني نحن نرى أن فكر الشهيد الصدر ويستحق أن يوضع كمنهج في جامعة في بعد اجتماعي في إلى آخره، يعني هذا ممكن، والمناهج الموجودة التي تدرس هي أقل منه ولا يمكن أن تقاس بفكره سواء فكره الديني أو فكره المعرفي بشكل عام. يعني مثلا الدولة ترصد مثلا ملايين الدولارات لكي يوجد مثلا بعض القطع الأثرية المسروقة من الحضارة السومرية مثلا موجودة في أحد عواصم العالم، إما سرقوها الجنود الأمريكان مثلا أو سرقوها مثلا سراق آخرين، تصرف ملايين الدولارات على مترجع في قطعة خزف يعني موجودة من العهد السومري لابد أن ترجع، يعني ويصرف مثلا 100 مليون دولار أو أكثر. يعني في حين أو مثلا أنا قلت اليوم صباحا يعني في مجلس يعني تصرف مثلا ملايين الدولارات من الدولة للحفاظ على البيئة، مثلا الحيوانات مال الأهوار، عصافير مال الأهوار، الحيوانات لا يصيبها الانقراض، فتصرف منها ملايين الدولارات كميزانية وتؤسس لها مؤسسات حتى لا تنقرض، يعني الحيوانات مال الأهوار مثلا. طبعا هاي أبعاد إنسانية وبيئية لعله مجالها صحيح، ولكن لا تنسى على شيء، في حين مثلا الشهيد الصدر لحد الآن في كل العراق لم نجد له مؤسسة كاملة يعني تبناها يعني بشكل رسمي. نعم توجد مؤسسات قام بها مثلا بعض الفضلاء، بعض الأساتذة، بعض الجهود الشخصية موجودة، ولكن لم يتبنى الفكر بشكل كامل يعني. وهذه حقيقة الكل مثلا ينهج باسم الشهيد الصدر، وهذا الرجل أيضا يعني قال أنا للكل وأعطيت دمي وروحي وكل وجودي للكل، أنا لم أعش لشخص ولا أعش لطائفة ولا أعش لجهة، وإنما عشت للإسلام رسالة الله الخالدة، عشت للإنسانية. في حين نجد حقيقة هذه الظلامة. فأنا حبيت يعني في هذا المختصر وأمام الأخوة والأساتذة العلماء الفضلاء أن أطرح هذه القضية، يعني يجب أن ننادي من الآن، ننادي أن فكرة الشهيد الصدر يعني موجود الآن حتى في بعض جامعات العالم يدرس حتى بشكل نسبي أو جزئي، النسبة لا أعرفها، ولكن يدرس وترجمت كتبه إلى كذا لغة خصوص كتب المعرفية وليس الحوزوية، في حين لم نجد هذا الحقيقة في العراق، ما موجود أصلا. يعني هل أسأل سؤال، يعني هذه المدارس في النجف مثلا، مدارس الابتدائية المتوسطة في النجف، هل فكر في يوم من الأيام مدير التربية أو مدرس يأخذ الطلبة سفرة إلى مركز الشهيد الصدر؟ أصلا ما موجود هذا ولا يفكر به. في حين في تكريت في العوجة قبر المجرم الهدام يزورون، يعني نسوي له برنامج وزارة التربية، مديرية التربية في صلاح الدين في تكريت عندها برنامج شهري وأسبوعي تأخذ الطلبة لزيارة قبر الهدام، ها موجود. يعني هو وزير التربية يعني ذكره قبل كم شهر، يعني ليش؟ لأنه يعتبرون رمزهم أو كذا. في حين الشهيد الصدر في النجف وكل الذين ذهبوا إلى النجف ذهبوا إلى مقعد الشهيد الصدر،
صدق لا تجد يعني تجد شرطي واقف بالباب ملابسه قديمه ماكو شيء يعني يعني نعم تجد روح الشهيد الصدر التي تجذبك على بعد مئات الكيلومترات اذا كنت مرتبطا بالشهيد الصدر. فقصد هناك تقصير وهناك مظلوميه حقيقه تنصب علينا يعني مسؤوليتها طبعا تنصب علينا جميعا نحن ابناء المؤسسه العلميه الدينيه ابناء الحوزه الشريفه وكذلك كل يعني الاساتذه والمتخصصين في المجالات المعرفيه ان فكره الشهيد الصدر لم ياخذ الى هذه اللحظه مجاله وحجمه الحقيقي طبعا سواء كان بالبعد العلمي والمعرفي وحتى في البعد الاجتماعي او غيره وهكذا يعني تمر علينا جزاهم الله خير طبعا الاخوه في المجمع الحوزه العراقيه والاخوه في اتحاد الطلبه على هذه المبادره الكريمه المباركه حقيقه والجديه ايضا انه يعني تفتح ندوه باسم الشهيد الصدر وتنتشر هذه الثقافه. فنحن امام مسؤوليه حقيقه كبيره نتمنى وندعو من الله سبحانه وتعالى ان يوفقه. لا نريد ان نتهم حقيقه احد بانه مغرض او معادي او الى اخره، لا هذا النوايا الله يعلمها، ولكن على الاقل ندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لخدمه هذا الفكر. طبعا الفكر ليس فكر الشخص وانما هو فكر هاي الرساله المحمديه الخالده العظيمه لخدمه هذا الفكر ونشر هذا الفكر بالشكل اللائق الذي يتناسب مع التضحيه التي قدمها صاحبه. يعني التضحيه وطريقه الاستشهاد المفجعه التي قدمها الشهيد الصدر حقيقه يبقى هذا الجرح يعني لا يمكن ان يندمل عن الشهيد الصدر، يعني سواء فقد الشهيد الصدر بنفسه وبشخصه او ظلامه فكره والتقصير في خدمه فكره المبارك. فندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع والاخوه جزاهم الله خير ايضا في المجمع على هذه المبادره الكريمه، ونتمنى ايضا من الجميع ان يتقدم خطوه في هذا المجال على الاقل في العراق باعتبار يعني اقول نحن عشنا التجربه في العراق. ولذلك انا اذكر يعني قضيه الوضع في العراق اكثر من مكان اخر لعله في مكانات اخرى خدم الشهيد الصدر اكثر مما خدم في العراق، وجزاهم الله خير الجزاء الذين قاموا على ذلك سواء مفكرين او باحثين او كتاب او علماء او الى اخره. فاذكر العراق كمثال. فندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لخدمه هذا الفكر المبارك ورفع جزء من المظلومية التي طبعا ظلامات كثيرة، ولكن على الأقل في الجانب الفكري هذا مسلم أنه يعني السيد الشهيد مفكر شكك في كذا أو عقيدته ذاك بحث آخر، على الأقل مفكر هذا مسلم يعني عند الجميع. فلا نمس أحدا بذلك إلا أن نقول أن يرتفع إن شاء الله هذا التقصير وترتفع هذه الظلامة ويوفقنا جميعا لخدمة هذا الفكر المبارك. وأعتذر عن هذه الإطالة أمام هذه الوجوه الطيبة الأساتذة الفضلاء الأخوة لأني أنا أكيد أقل منهم يعني أتكلم عن الشهيد الصدر بهذه الطريقة، لأن كثير يعني أكثر الأخوة الحضور وأغلبهم من العلماء والأساتذة والفضلاء ومن خدموا فكر الشهيد الصدر أيضا، ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نتقدم خطوة أخرى إلى الأمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بشكر جزيل لسماحة الشيخ حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمود الجياشي مسؤول مكتب الشهيد محمد صادق الصدر. نلفت عناية السادة الحضور الكرام الأساتذة الأفاضل إلى أن السيد منذر الحكيم لم يتمكن من الحضور بسبب اختلاف موعد انعقاد هذه الندوة، حيث كان من المقرر أن تعقد صباحا ولكن بسبب طبيعة البرامج الموجودة في هذه الندوة أجلت و عقدت مساء أو عصرا، لذلك لم يتمكن أن يأتي السيد منذر الحكيم عصرا. لم تكن العلاقة بين المثقف والفقيه على ما يرام طيلة سنين مرت، حيث سادها الكثير من الفتور والقطيعة، ولكن ما إن طرأ التغيير الذي جاء به محمد باقر الصدر حتى أخبرت جذور متينة تؤطر لعلاقة وأفق جديد يسمو بالمثقف والفقيه معا. لا نريد أن نتحدث ولا نريد أن نتجنى على أهل الاختصاص والصناعة، بل ننتظر ما يتمخض أو ما
ينتج عن الدراسة التي سيقدمها سماحة الشيخ حيدر عبد الله التي سيتناول فيها ويسلط الضوء فيها على طبيعة العلاقة بين المثقف والفقيه. سماحة الشيخ حيدر عبد الله تفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. عندما نتحدث عن إشكالية علاقة بين المثقفي والفقيه عند السيد الشهيد السعيد محمد باقر الصدر، لا نملك معالجة علمية مستقلة مدونة تركها لنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر في هذا الخصوص. لا توجد دراسة لا من زاوية فقهية ولا من زاوية فكرية عامة قدم فيها السيد الشهيد حلا لهذه الإشكالية المتنقلة التي عرفها العالم الإسلامي منذ عصر النهضة الأخير فيه، أي منذ رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وجمال الدين الأفغاني وغيرهم. إذن فنحن مضطرون لكي ندرس إشكالية العلاقة بين المثقف والفقيه عند السيد الشهيد أن نمارس تحليلا، لأنه لا توجد بيدنا دراسة علمية مدونة تركها في هذا المجال. من هو المثقف ومن هو الفقيه؟ مصطلح ملغوم، كثيرون يملكون تفسيرات متعددة حول المثقف وحول الفقيه. الفقيه معروف عالم من علماء الدين يقوم بقراءة النص الفقهي وما يتصل بالنص الفقهي الموجود في الكتاب والسنة، مصطلح معروف له حضوره في الأمة منذ مئات السنين ولا يبدو أنه ملتبس. أما مفهوم المثقف فهو مفهوم ما زال حتى الساعة ملتبسا، وما زال هناك نظريات في تعريف المثقف كل يقدم رؤية نابعة من طريقة تفكيره ومعالجته بالأمور. في تقديري سأأخذ ثلاثة عناصر أساسية تمثل هوية المثقف، سواء كان هذا المثقف مثقفا دينيا أم لم يكن مثقفا دينيا، لأن الثقافة ليست حكرا لا على الدين ولا حكرا على ما هو خارج الدين. العنصر الأول الذي يميز المثقف هو الوعي التجربي، أي الوعي الميداني، وهذا هو الذي يميز المثقف أيضا عن المتعلم. ليس كل متعلم مثقفا، ليست النسبة اصطلاحنا المنطقي بين المتعلم والمثقف هي نسبة التساوي، هناك مثقف متعلم وهناك مثقف حتى غير متعلم ولا يملك شهادة، وهناك متعلم مثقف وهناك متعلم لا حظ له من الثقافة. الثقافة ليست مراكمة معلومات وليست درسا تخصصيا ندرسه في جامعة أو أكاديمية أو حوزة أو صرح علمي هنا أو هناك. الثقافة وعي أفق، ولكنه وعي تجربي، يعني وعي ينبع من اتصال الإنسان بالواقع. هناك أشخاص كثيرون
ربما يكونوا في العلم صروحا بأنفسهم، ولكنك إذا جئت بهم على أرض الواقع لكي يقرأوا الأمور، أو جئت بهم لكي يدرسوا الأمور دراسة شاملة واعية، فإنك تجد أنهم غير قادرين على ذلك. دعوني أقرب المثال بشكل مبسط. فقه النظرية والفقه التجزئي، هناك الكثير من الفقهاء بارعون وفطاحل كما يقال في الفقه التجزئي، إذا تعطيه أي مسألة فقهية بإمكانه أن يعالجها معالجة علمية تفصيلية، ولكنك إذا قلت له نريد منكم مولانا أن تقدموا نظرية في فقه الاقتصاد في الإسلام، فإنه يجد الأمر صعبا. الوعي هو عبارة عن أفق رحيب في العقل يستطيع من خلاله أن يقرأ الأمور ويملك بعد النظر، وليس فقط أن يراكم المعلومات في ذهنه بحيث يملك معلومة أو معلومتين أو ثلاث أو أربع إلى آخره. إذن أهم عنصر من عناصر المثقف خصوصا في تجربتنا الإسلامية في القرنين الأخيرين، أو لا أقل ما يدعى أنه مثقف، هو عنصر الوعي، الأفق العقلي الرحيب والمنفتح على قضايا العصر وعلى قضايا الواقع وعلى قضايا الإنسان، والذي يقدر على أن يوظف الفكر في خدمة الإنسان، ويقدر على أن يعيد تشكيل عناصر المعرفة لما يقدم الأمة الإسلامية نحو الأمام. إذن العنصر الأول هو الوعي، وأسميه الوعي التجربي، لأن الوعي التجربي هو الوعي النابع من الواقع. العنصر الثاني تحرر. هذا أهم شعار تطرحه التيارات المثقفة في عالمنا العربي والإسلامي، إنهم يقولون بأنه لا يمكن أن يكون هناك مثقف غير متحرر، وهذه ليست قضية مطروحة فقط في عالمنا الإسلامي، بل حتى المثقف في التعريف الغربي أخذ فيه قيد التحرر، أي المثقف غير خاضع للسلطة، حتى أن بعضهم من شدة ما تصور أن المثقف لا بد أن يكون متحررا توهم أنه لا بد في كل مثقف أن يكون معارضا للسلطة، وهذا ليس بصحيح، لأن التحرر هو عنصر انطلاقة العقل. إذا كان العقل مكبلا خائفا غير قادر على أن يتحرر، لا يمكن أن ينفتح على عالم جديد، سيبقى يعيش في دائرة الانغلاق، في دائرة الحاشية وتعليقة الحاشية وشرح تعليقة الحاشية ثم تلخيص الشرح ثم كتابة تعليق على التلخيص، سيبقى في دائر حلقة يدور وتدور معه ولا يعرف إلى أين تنتهي. التحرر من كل القيود، عندما نقول كل القيود أي في عالم المعرفة، إلا القيود التي توصل إلى القناعة بها، لا توجد قيود تفرض عليه من الأعلى ما دام لم يقتنع بها، يجب عليه أن يكون منسجما مع نفسه. المثقف لا يمكن أن يكون مثقفا كما يقولون إذا لم يكن متحررا من التراث، ولم يكن متحررا من الواقع. متحرر يعني ليس متفلتا، ليس متحرر بمعنى أنه معادل للتراث، ليس متحرر بمعنى أنه عدو، لا، متحرر بمعنى أنه لا يعيش عقدة نفسية من التراث، لا يعيش دائما حالة من الرهبة والخوف وعدم القدرة على التفكير داخل إطار هذا التراث أو خارج إطار هذا التراث. هناك أشياء تحكمه لا مبرر لها حتى من وجهة نظري، ولكنه يقول لك أنا لا أقدر على أن أخرج من هذا المربع الذي أنا فيه. هذا معنى التحرر، التحرر القائم على معطيات علمية، وليس التحرر القائم على رغبة في التحرر إلى غير. العنصر الثالث النقد، وهذا العنصر هو نتيجة طبيعية للتحرر. المثقف دائما نقاد، حتى أنهم في المدارس الأدبية قالوا ما فيك تصير أن تصبح مثقفا إلا أن تكون نقادا. النقد دليل على أنك متحرر، دليل على أنك لست بخائف، دليل على أنك لست بمرتبك، دليل على أنك تفكر ولا يفكر أحد عنك. النقد ليس بمعنى الرغبة في النقد بما هو هو، أو أن تعيش عقدة النقد كما يحصل مع كثير من المثقفين في العالم العربي والإسلامي، لكي يثبت هويته الثقافية ولكي يثبت أنه مثقف يقول لك أنا لابد أن أنتقد، إذ لو لم أنتقد لا أكون مثقفا. ليس النقد مقدسا في حد ذاته، وإنما النقد يغدو مقدسا لأنه يكون مقدما للإبداع،
لا تبدع أمة قبل أن تنتقد واقعها. إذا لم تنتقد واقعك فعلى ماذا تفكر لكي تبدع؟ إذا كنت ترى أن واقعك كامل، وإذا كنت ترى أن الواقع المحيط بك من علم ومن معرفة ومن ممارسة ومن عمل ومن نظم اجتماعية وسياسية، إذا كنت تراه كاملا فلماذا تبدع شيئا جديدا ما دام هو كامل؟ إذا مقدمة للإبداع لابد أن يكون عندك رؤية نقدية. يجب أن تلتفت في البداية إلى الثغرات الموجودة في الأمر الواقع ثم تبدأ لملء هذه الثغرات. يجب أن تلتفت إلى هذه النواقص الموجودة في منظومتك المعرفية لكي تقوم بالتعويض عنها بواسطة منظومات معرفية جديدة. إذن العناصر الأساسية التي تجمع التعريفات الكثيرة للمثقف هي عنصر الوعي وعنصر التحرر وعنصر النقد. وهذه العناصر الثلاثة ليس من الضروري أن نأخذها بشكلها السلبي، وإن طبقها بعضهم بطريقة سلبية لا شأن لنا بتطبيق الآخرين. إذن الفرق بين المتعلم والمثقف من هذه الناحية، المتعلم يراكم المعلومات أما المثقف فهو واع، المثقف متحرر، المثقف لا يعيش رهابا وهو يجلس في بيته، المثقف مستنير، المثقف نقاد. هذه التعريفات العامة. إذن بناء عليه لا يوجد تباين بين الفقيه والمثقف، كما أدبياتنا في العالم العربي دائما تحاول أن تركز على إشكالية التباين بين الفقيه والمثقف. قد تجد فقيها مثقفا وقد تجد مثقفا فقيها. إذا كان هذا الفقيه متحررا في فكره وكان نقادا لواقعه عندما يرى فيه النواقص، وكان واعيا بما يحيط به، وكان منفتحا على أفق معرفي رحيب ومستعدا للحوار، إذن فهذا فقيه مثقف. ليست الثقافة مباينة للفقاهة كما تصورها أدبيات كثيرة في عالمنا العربي وحتى في عالمنا الإسلامي وليس فقط العربي. ليست الفقاهة مباينة ولا الثقافة مباينة للفقاهة، يمكن الجمع بينهما بشكل أو بآخر كما سوف نرى. هذا تعريف المثقف وتعريف الفقيه. المشكلة الأساسية أن العلاقة بين المثقف والفقيه علاقة إشكالية منذ فترات بعيدة. هناك من يدعي بأن إشكالية العلاقة بين المثقف والفقيه ترجع إلى إشكالية العلاقة بين الفقيه والفلسفة في القرون الهجرية الأولى. المشكلة والصراع الذي عرفه المسلمون بين الفقه وبين الفلسفة، بين النزعة العقلية وبين النزعة النفسية إذا جاز التعبير، هو شكل من أشكال الخلاف بين المثقف والفقيه لكن على الطريقة القديمة. وجاء ابن رشد لكي أيضا يحل إشكالية العلاقة بين المثقف والفقيه لا أقل من وجهة نظره، وجاء الملا صدر لكي يحل إشكالية العلاقة بين المثقف والفقيه. حتى لو لم تكن تسمية المثقف والفقيه متداولة في ذلك الزمن، إذن المشكلة القائمة بين المثقف والفقيه قد يمكن إرجاعها بأشكال مختلفة إلى القرون الغابرة، ولكن شكلها الجديد يعود إلى بضعة عقود من الزمن عندما ظهرت ألوان التفكير الفلسفي والإنساني البعيد عن الدين، وبنيت العلوم الإنسانية بطريقة لا تقوم على أسس دينية. فظهر مثقف يفكر في قضايا الإنسان دون أن يكون مضطرا إلى الرجوع إلى نص، ودون أن يكون مضطرا للرجوع إلى كتاب أو إلى سنة. ظهر المثقف بنوعيه، الخارج ديني والداخل ديني. الخارج ديني هو المثقف الماركسي، المثقف الاشتراكي، المثقفون الذين عرفهم العالم الإسلامي في القرن العشرين. كانوا يفكرون وينتقدون ويحللون ويدرسون واقعهم بمعزل عن النص الديني من البداية. يعني ما متعبين روحهم في أنهم يدخلوا في النص الديني ويحاولوا يعطوا تفسير آخر. من البداية يقولون نحن خارج إطار هذه النصوص الدينية القديمة التي عندكم، نفكر بطريقتنا الخاصة، نعي الواقع والإنسان بطريقتنا الخاصة، نتحرر بطريقتنا الخاصة، ننتقد بطريقتنا الخاصة، ونبدع وفق نظمنا الفكرية الخاصة.
فمن البداية هناك حالة تخارج بينهم وبين النص، بينهم وبين الدين. هذا الأمر كان ظاهرا في الخمسينيات أيضا، في الستينيات أيضا، في السبعينيات أيضا، كان الغالب على المثقف أنه خارج ديني نظرا لهيمنة المدارس الوضعية، ونظرا لهيمنة المدارس الماركسية والاشتراكية على حركة المثقف في عالمنا الإسلامي عموما. والسيد الشهيد الصدر كان أهم مثقف يواجهه هذا النوع من المثقف، المثقف الخارج ديني الذي أتى بالماركسية وأتى بالشيوعية وأتى بالاشتراكية وأتى بالمفاهيم الملحدة، سواء بالإلحاد النظري أو بالإلحاد العملي. هذا النوع من المثقف كان يواجه السيد الشهيد الصدر. لكن الذي حصل أن تعقدت الأمور أكثر مما نتصور، انهار المعسكر الاشتراكي، انهار المعسكر الشرقي، انهارت الماركسية، فلول الماركسيين، فلول الاشتراكيين، فلول المثقفين الخارج دينيين كما سميناهم، لم يعد لديهم أي ركن حفيظ يلجؤون إليه. فكيف سوف يقفون أمام المد الإسلامي الذي عرف في السبعينيات والثمانينيات؟ بدل أن يواجهوا المفاهيم الدينية من الخارج، اختلفت قواعد اللعبة، دخلوا في داخل النص الديني وبدأوا يعيدون فهم النص الديني بالطريقة التي تستطيع أن توصلهم لنفس الأهداف. وهذا مفترق طرق خطير لم يكن ظاهرا بقوة كبيرة جدا قبل الخمسينيات وقبل الستينيات. كان هناك جماعات في إيران، كانت هناك بعض الجماعات النقدية التي تقول نحن من داخل الدين نفكر، في العراق، في أماكن مختلفة، لكنها شهدت نموا مضطردا ومذهلا بالأخص بعد انهيار المعسكر الشرقي. هؤلاء قالوا نحن متدينون بالمعنى العام للكلمة، ونحن نؤمن بالقرآن، انتهينا من المرحلة التي نريد أن نواجه فيها الكتاب والسنة من الخارج، انتهينا من المرحلة التي كنا نواجه نريد فيها أن نطلق الرصاص على الكتاب والسنة أو على الفكر الديني من الخارج. لا، نحن نندمج وننصهر داخل المنظومة الدينية ونقول لدينا تفسير آخر للقرآن ينتج إسلاما اشتراكيا. ويصبح أبو ذر شيخ مشايخ الاشتراكيين، ما في مشكلة. لدينا تفسير للقرآن وتفسير للسنة نستطيع من خلاله أن نتوصل إلى أكثر المفاهيم الليبرالية والعلمانية وغيرها التي كنا نريد أن نتوصل إليها من قبل. هذا واقع حصل. إذا أنت تريد أن تقول معهم حق ما معهم حق، ليس الآن شغلنا، هذا بحث آخر. نحن نوصف المشهد. كثيرون لم يكن لهم أي علاقة بالمفاهيم الدينية، بعد انهيار المعسكر الاشتراكي فلولهم دخلت في تفسير النص. إذن كانت المواجهة من خارج النص، صارت المواجهة الآن من داخل النص. يقول لك النص تاريخي بالمطلقة، بس النصوص التاريخية في الجملة يقبل بها حتى العلماء، لو هناك خلاف في مساحتها، لكن عندما يقول لك النص تاريخي بالمطلقة، يعني بمجرد مجيء عصر النهضة في أوروبا انتهى عصر القرآن، وهذا كلام صريح. لا لأننا لا نؤمن بالقرآن، ولا لأننا لا نعتقد بالقرآن ولا بالنبوة ولا بخاتمية الرسالة، لا نعتقد، ولكن نقول هي جاءت لكي تخاطب العقل الإنساني قبل مرحلة نهوض الوعي البشري في عصر النهضة. إذن المشهد الذي كان يواجهه السيد الشهيد في تقديري هو مشهد بالغالب هو مشهد المثقف الخارج ديني، الماركسي الاشتراكي وما شابه ذلك. أما المشهد الذي بتنا اليوم نحن نواجهه مختلف. فلول أولئك الذين كانوا في الخمسينيات والستينيات دخلوا كأشخاص لهم رؤيتهم في تفسير النص الديني، وصاروا يطرحون وجهات نظر. قواعد اللعبة تغيرت، ويبدو أن بعضنا لم يعرف أن قواعد اللعبة تغيرت،
فيريد أن يستخدم نفس الطريقة التي استخدمت مع الفريق الأول يستخدمها مع الفريق الثاني، وفي تقديري هذا خطأ ليس مجال الحديث عنه الآن. لماذا الإشكالية بين المثقف والفقيه؟ أصلا لماذا ولدت هذه المشكلة؟ سواء كان المثقف الخارج ديني أم المثقف الداخل ديني، لماذا أصلا ولدت إشكالية العلاقة بين الفقيه والمثقف؟ هناك أسباب كثيرة لكنني سوف أقتصر على ثلاثة وأرجو أن نتأمل بها جيدا. الإشكالية الأولى وهي إشكالية معروفة طرحها الكثيرون، إشكالية المنهج، منهج التفكير. يقولون لك بأن الفقيه هو شخص يفسر نصا، يطوف حول النص، هذا هو عمل الفقيه. الفقيه يتعامل مع نص ثابت لا ينتجه. هذا كلام حتى السيد الشهيد الصدر في اقتصادنا قال نحن نكتشف ولا نبدع، نحن نكتشف نظاما اقتصاديا أو مذهبا اقتصاديا ولا نبدع نظاما اقتصاديا ولا مذهبا اقتصاديا. الفقيه يحاول أن يكتشف النص ويعتبر أن اكتشاف النص ومدلول النص كاف في إثبات الحقانية أو الحقية. يعني بعبارة أخرى، إذا الآن نريد أن نعرف هل يجوز للإنسان أن يتعامل بالفائدة البنكية أم لا، نرجع إلى النص نتأمل إطلاقات العمومات للمقيد المخصص، هل يوجد معارض لا يوجد معارض، صحيح السند غير صحيح السند. ثبتت كل هذه العناصر خرجنا بنتيجة تقول إن الكتابة والسنة يقولان بحرمة الفائدة البنكية. فهنا الحق ما هو؟ الحق أن الفائدة البنكية حرام، هكذا هو يقول لك في آخر البحث، والحق أن الفائدة البنكية حرام، هذا هو الحق. من أين أخذ حقيته؟ من النص. المثقفون في عالمنا الإسلامي أو من سموا بالمثقفين على اتجاهاتهم ومدارسهم وأطيافهم لأنهم ليسوا حزبا واحدا، يقولون بأن هذه الطريقة في إثبات حقية الأشياء والمفاهيم يجب أن نطوي عنها كشحا. هذا النص مقدس، والنتيجة التي خرجت أنت منها تريد أن تقول بأنها مقدسة، نحن نريد أن نختبر المقدس، اختبار المقدس. جيب هذا المقدس حطه على أرض الواقع وخلينا نطبقه سنة سنتين ثلاث أربع خمس ست سبع عشرة وفلننظر هل سيتحسن الاقتصاد، هل تنمية سوف تتقدم لن تتقدم أم لا. إذا نجحت ورأينا بأن التنمية حصلت فشل، إذن ليس حقا لا أقل في هذه المرحلة. هنا إشكالية المنهج، حقية الأشياء باعتبارنا نتكلم في الأمور العملية لأن هي مشكلتنا الأساسية، حقية الأشياء في الأمور العملية لا تنبع من ترتيب المقدمات ترتيبا صحيحا، وإنما تنبع من اختبار نتائج هذه المقدمات على أرض الواقع. نجحت أهلا وسهلا، ما نجحت هذه النظرية إذن باطلة، باطلة بهذا المعنى، ننتقل إلى النظرية أخرى. هذا خلاف أساسي بين طريقة تفكير، نحن نوصف الآن بين طريقة تفكير المثقف وطريقة تفكير الفقيه. الفقيه هنا يقول لك لا، ليس من حقك أن تقول إن هذا ليس بحق، لعلك أنت الذي قصرت في التطبيق، لعل هناك ملابسات أنت لم تلتفت إليها، لعل هناك قيود أنت لم تنتبه لها. كل له وجهة نظره، مرجعية الاختبار العملي ومرجعية النظرية. هناك عقل نظري يعتبر أن الحق ترتيب مقدمات كأنما هو عالم رياضيات، وهناك مرجع عملي يعتبر أن الحق هو اختبار الأمور على أرض الواقع وليس له شأن بالنظريات. هذا خلاف منهجي أساسي جدا، وأصلا هناك حاجة لأن نفكر في هذا الموضوع، هل أي النظريتين صحيح؟ هل يمكن إيجاد مصالحة بين النظريتين أو لا يمكن إيجاد مصالحة؟ النقطة الثانية مرجعية الماضي، أي المرجعية بشكل عام.
الفقهاء عموما باعتبار أن النص هو حدث وقع في الزمن الماضي، لأن القرآن نزل في الزمن الماضي والسنة صدرت في الزمن الماضي، فإذا المرجعية هي الماضي، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار السنة العملية، هي أنت تتكلم عن تجارب وقعت في الماضي وتعتبرها مرجعا لك في العصر الحاضر. جيد. التيارات المثقفة تعاني من مشكلة في هذا النوع من التفكير، وهذا أدى إلى تصادمها. هلأ محقة غير محقة هذا ليس شأننا، نحن نوصف لننتقل إلى مرحلة الحل. تقول لك بأن هذه المرجعية الماضي مرجعية فيها الكثير من المشاكل، لأن هذا النوع من المرجعيات يساوي استنساخ التاريخ، وأي عملية استنساخ للتاريخ لن تكون ناجحة. لا يمكن لتاريخ مضى من 1500 عام أن تعيد أنت استنساخه في حياة بشر يختلفون في نظمهم الاجتماعية والاقتصادية وأنماط عيشهم عن الذين كانوا يعيشون في النظم الزراعية، تلك حياة زراعية ثم جاءت حياة صناعية، وهناك من يقول بعد السبعينيات ظهرت الحياة ما بعد الصناعية. فكيف تريد أنت أن تجعل مرجعية تجربة ظهرت في العصر الزراعي والقبلي وضعت نظما ناجحة ومتفوقة، ولكننا اليوم في العصر ما بعد الصناعي نريد أن نطبق تلك النظريات؟ إذن وقع خلاف بين الفقيه وبين المثقف. الفقيه يقول نحن خاضعون للنصوص لأنها قد صدرت من الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم منا بمصالحنا، والذي هو أدرى منا بأسرار نفوسنا واجتماعنا وتاريخنا واقتصادنا ونظمنا. أنت تريد بعقلك القاصر وبعقلك الناقص أن تستبدل تلك المرجعية الرشيدة المرجعية الإلهية بمرجعية غير مضمونة؟ كل يوم أنت تستبدل هذه المرجعية، تجرب ثم بعد 20-30 سنة تغير رأيك. كيف يمكن أن نضمن نجاح ما تقول؟ أن نتخلى عن مرجعية معصومة هي مرجعية الله والنبي والإمام، ولنأتي لمرجعية غير مضمونة، حتى عندك أنت غير مضمونة ترى، لأنك أنت في العصر خصوصا في العصر ما بعد الحداثة قلت بأن العقل ليس سلطانا مقدسا يقف ويجلس على كرسي على عرش، وقلت بأن العقل قدراته محدودة، أنت اعترفت قبل 30 سنة وأربعين سنة وخمسين سنة، أنت قلت العقل الذي جاء به ديكارت وعقل عصر الحداثة اشتبهنا فيه، ظنناه بأنه قادر على أن يفعل كل شيء وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والآن تراجعت أنت، فكيف تريدنا أن نعتمد على مرجعية عقلك هذه حاضرك هذا ونترك مرجعية الماضي التي هي عبارة عن مرجعية مقدسة إلهية؟ هنا وقعت إشكالية، وقع الاشتباك الذي لا بد من فضه بطريقة أو بأخرى. هذه إشكالية، هذه نموذجين فقط أكتفي بهما في إشكالية المنهج. النموذج الإشكالية الثانية التي دفعت إلى التصادم بين حركة المثقفين وحركة الفقهاء في مجتمعاتنا الإسلامية، وهذه في تقديري قد تكون أهم من الإشكالية الأولى، إشكالية السلطة. السلطة حينما أقول السلطة، السلطة بمفهومها الواسع السياسية والاجتماعية والمالية، نفوذ على مستوى النفوذ بكل معنى، العلم سلطة، الثقافة سلطة، هذه سلطات، هذه أسلحة موجودة بيد صاحبها. ليس فقط السلطة هي عبارة عن الجيش والقوات المسلحة، العلم سلطة أيضا، النفوذ المالي هو عبارة عن سلطة. في إشكال سلطوي بين المثقف والفقيه، لكي أبرهن على هذا الإدعاء، لاحظ أنت الموضوعات الملتهبة التي وقعت بين المثقفين، خذ نموذج العالم الإسلامي، التي وقعت بين المثقفين وبين الفقهاء خلال 20 سنة الأخيرة. مثلا أحد النماذج كلنا يعرفها موضوع التقليد، هناك أشخاص انتقدوا بشدة موضوع التقليد، لم يقبلوا وقالوا يجب علينا أن نغير نظرنا في موضوع التقليد، ولا يصح أن نبقى نتبع المراجع بهذه الطريقة، وأطلقوا أوصافا خاصة، قالوا لا يصح ولا يحق لمرجع التقليد أن يبقى مهيمنا على العالم الإسلامي وعلى أرواح الملايين بهذه الطريقة. أنت برأيك كيف تفسر هذا الخلاف؟
هذا خلاف سلطة. ليس كلمة سلطة شوي مع الأسف في العالم العربي مصطلح سلطة مصطلح سلبي، يعني كأنما هو يعني شتيمة. لا، أنا لا أقصد السلطة بالمعنى أنها شتيمة أو حب الذات وحب التسلط. سلطة حق في أن يكون لك نفوذ في الحياة الاجتماعية، يمكن يكون حق غريزي، هذا معنى السلطة بصرف النظر عن المعنى السلبي للكلمة. هو يقول بأن موضوع المرجعية لازم أن نحدث زحزحة فيه، لازم شوي يحصل زحزحة بهذا الموضوع. يا أخي إذا ما حصل زحزحة بهذا الموضوع، أنا أتكلم الآن بلسان اللاوعي عندهم، إذا ما حصل زحزحة في هذا الموضوع ليس لنا ولا مرقد عنزة. يجب أن يحصل زحزحة في هذا الموضوع حتى نتمكن من أن يكون لنا نفوذ في المجتمع الإسلامي، وإلا سنبقى دائما مطيعين لهذا المرجع. هذه معضلة السلطة كانت حاضرة بقوة. إذا كان المثقفون يعدون بالآلاف وبعشرات الآلاف وبمئات الآلاف، شريحة كبيرة في المجتمع تملك علم تملك خبرة تملك صولات وجولات في العالم في 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 الاجتماع وفي الممارسة، إذن هم يقولون من حقنا، من الطبيعي أن يشعروا أنه من حقنا أن يكون لنا تقاسم لهذه السلطة بيننا وبين الطرف الآخر. علينا أن كيف نزحزح هذه السلطة؟ لا نستطيع ربما بقوة السلاح، فنقوم بزحزحتها بواسطة تغيير مسار المفاهيم نفسها. موضوع السلطة هذا موضوع مهم جدا، ليس دائما الأمور فكرية بحتة كما دائما نحب نحن أن نصورها، ليست الخلافات دائما فكرية بحتة، هناك خلف هذه الخلافات تقبع اتجاهات ودوافع نبيلة غير نبيلة، سليمة غير سليمة، لا شأن لنا بنوايا الناس. هذا موضوع إشكالي مهم أيضا، موضوع أن المثقف يريد أن يكون له دور في النفوذ الاجتماعي، والفقيه أيضا يرى أن من حقه من موقع امتلاكه للعلم والمعرفة والدين، وهم هذه كلها سلطة، أن يكون له دوره أيضا. تصادمت المصالح، ليس أيضا بالمعنى السلبي لكلمة مصالح. هذه إشكالية ثانية. إشكالية الثالثة والأخيرة إشكالية الاعتراف، هذه أيضا إشكالية كبيرة جدا. إشكالية الاعتراف أن هناك شعور من الفرقاء المتنازعين بأن الآخر ليس بشيء. الآن أي واحد في الحوزة تسأله يقول لك هؤلاء المثقفون بمن فيهم المثقفين الدينيين مثلا، هؤلاء ليس لهم حظ من العلم، أدبيات أشعار صحف. وإذا تذهب إلى الوسط الجامعي أيضا يقول لك هؤلاء المشايخ ليس لهم حظ من العلم، شوية حظين شوية قصص وحكايات وشوية أحداث تاريخية وشوية نصوص، يعرفون شوية لغة. في مشكلة أنه لا يعترف فريق بصاحبه، وأخطر المشاكل التي تؤدي إلى تضعضع السلم الأهلي، إلى تضعضع الحياة الاجتماعية، هو عدم الاعتراف. لأن الإنسان بغريزته الفردية والجمعية يريد أن الآخرين أن يعترفوا به، وهذا أمر طبيعي، يريد أن يعترف بوجوده. عندما تقول له أنت لست بشيء فمن الطبيعي أن تحدث المشكلة، عندما يقول هو لك أنت لست بشيء فمن الطبيعي أن تحدث المشكلة. إذن هذا التصادم يبدأ من المنهج، أي من طريقة التفكير بينهما، يمر برغبة كل واحد من الطرفين أن يكون له حجمه الاجتماعي بمستوى حجمه المعرفي، أي إشكالية السلطة، وينتهي بإشكالية الاعتراف، أي أنا موجود وعليك أن تعترف بأنني موجود، وأي إنكار منك لوجودي معناها أنني سوف أناضل فأشتبك معك، وهذا أمر طبيعي. هذه إشكاليات ثلاثة أو إشكاليات ثلاثة، لم أتحدث حتى الآن عن السيد الشهيد. إذا جئنا إلى الحلول، وهنا أستخدم المنهج التحليلي لأننا لا نملك نصا من السيد الشهيد، أستخدم المنهج التحليلي لننظر هل السيد الشهيد سعى لكي يحل هذه المعضلات الثلاث، سواء عبر عنها هو بأنها حلول لإشكالية العلاقة بين المثقف والفقيه أم لا. في تقديري نعم سعى، وهذا السعي كان واضحا وملموسا، وذلك عبر ما يلي: واحد، تثقيف الفقيه وتثقيف المثقف. هذا أول حل، لأنهم يعني عندما تثقف الفقيه وتفقه المثقف يقترب الاثنان من بعضهما فكريا، أي يحصل نوع من التقارب الفكري
والمزاوجة الفكرية بين الطرفين. عندما تكون هناك عزلة وجفاء وغربة وقطيعة بين الفريقين فلا يعرف الفقيه شيئا عن فكر المثقف وطريقة تفكير المثقف، ولا يعرف المثقف شيئا عن فكر الفقيه وطريقة تفكير الفقيه. هذه القطيعة كلما حصلت كلما زادت الإشكاليات حدة. عندما نقول ثقف الفقيه، أنا أخدم مشروع حل الإشكالية بين المثقف والفقيه، لأنني أقترب بالفقيه من أن يصبح على تماس مع طريقة تفكير المثقف، يتماهى بالإصطلاح الحديث، يتماهى معه، يتقمصه. وعندما أقول للمثقف تعال أنت أيها المثقف أو أيها الجامع، الجامع ما في تلازمة طبعا، أيها المثقف أو أيها الجامع تعال لكي تتعرف على الفقه، تعال لكي تتعرف على ما يوجد في علوم الحوزة، إذن أنا بهذه الطريقة أكون قد كسرت جدار الجليد الموجود بين الفريقين. عندما يكتب السيد الشهيد كتاب المعالم الجديدة للأصول ويكون هناك تفكير في أن هذا الكتاب يراد له أن يعرف الجامعيين والأكاديميين بعلم الأصول الموجود في الحوزات اللي هو من أكثر العلوم الإسلامية أصالة، يعني إذا الفلسفة مشوبة بأنها يونانية والمنطق مشوب بأنه يوناني وإلى آخره، فإن علم الأصول بالإجماع هو علم إسلامي 100%، فأكثر العلوم الإسلامية الحوزوية 100% الذي هو عبارة عن علم الأصول وأنتج في داخل الحضارة الإسلامية، أنا أقول له تعالى تعرف عليه. ليش نحن بدنا نعرف المثقف أو الجامعي أو الأكاديمي على الحقيقة والمجاز والتبادر والاضطراب؟ ليش بدنا نعرفه على التخصيص والتقييد والعام وأصحاب العدم الأزلي؟ ليه بدنا نتعرف عليهم؟ شو الفائدة؟ لا بالله عليك، ما الفائدة من وراء أن يتعرف هذا على مثل هذه المعطيات؟ ما في ضرورة. لكن عندما يريد السيد الشهيد منه أن يتعرف، هو يريد منه أن يقترب من المناخ الفكري الموجود في داخل الحوزة، أي يريد أن يفقهه. عندما كما ينقل، عندما يقال بأن السيد الشهيد كما ينقل كان يقول كل شخص جامعي أنا ممكن أن أعطيه وضع، يعني أعيشه بحسب وضعه المادي الذي يعيشه الآن، دكتور أو مهندس أو كذا، ولكن فليأتي إلى الحوزة، أراد أن يشكل في داخل الحوزة الشريحة الوسطى، أي الجامعي الحوزوي والحوزوي الجامعي. ما معنى يعني نحن الآن نريد أن نحلل ماذا كان يفكر؟ أتوقع أن هذا هو الذي كان يؤرقه، إشكالية التصادم. عندما كان يريد منه أن يأتي، يعني يريد أن يخلق في داخل الحوزة فقيها مثقفا جامعيا أكاديميا، وجامعيا فقيها متضلعا في العلوم الإسلامية. وإلا بماذا تفسر أنت مشروع المعالم الجديدة للأصول وتفسر هذا المشروع الثاني أو مشروع تعريف الحوزويين بالعلوم الإنسانية وما شابه؟ إذن هناك رغبة أعتقد بأنها واضحة إلى حد ما بالتحليل، أن السيد الشهيد كان يريد أن ينتج في الحوزة فقيها مثقفا ومثقفا فقيها، وإذا حصل أن حصلنا على فقيه مثقف ومثقف فقيه فبالإمكان ردم الهوة الموجودة بين الفريقين. هذا أول أمر. ثانيا، أهم مشكلة، أخطر مشكلة في الثقافة اليوم في ساحتنا العربية خارج إطار الدينية، هو أن الثقافة صارت رهينة التيار الوضعي والمدرسة الوضعية، يعني بحيث يقال لك ثقافة دينية مثقف متدين، يعني هذه مفارقة، يعني كيف مثقف وكيف دين ما بيجتمعوا، يعني دين ما في تحرر ما في نقد كما يقولون كثير الآن كذا الناس تقول، فإذا كيف يكون مثقف وديني؟ أهم خطوة نحن بإمكاننا في الحوزات العلمية أن نفعلها خدمة لرفع إشكالية التصادم بين المثقف والفقيه هي أن نسعى لتقديم نموذج للثقافة قادر على أن يكون ثقافة معاصرة بكل ما للكلمة من معنى دون أن يكون وضعيا ملحدا. العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين يقول لأننا عندنا تحفظ من العلوم الإنسانية كلها الآن الموجودة في الجامعات، لماذا؟ لأن هذه العلوم الإنسانية بنيت على أصول فلسفية غربية، وهذه الأصول الفلسفية الغربية لا نؤمن نحن بها. فشوف أنت مثلا الآن تدرس أولادك طرق في التربية مبنية على نظريات
في العلوم الإنسانية مبنية على أصول فلسفية غير صحيحة إسلاميا. هل يمكنك شيخنا العزيز، هل يمكنك شيخنا العزيز أن تقوم أنت بوضع علوم إنسانية وفقا لأصول إسلامية؟ وهذا طبعا موضوع طويل، أسلمت العلوم الإنسانية. إذا استطعت أنت أن تقول بأن الأساس العلمي الذي يعطي العلوم الطبيعية والإنسانية هو نفس الأساس العلمي الذي بإمكاني أن أستنتج منه الحقائق الدينية، إذن ستكون أنت قد اقتربت منهجيا، حررت الثقافة من الوضعية. وهذا في تقدير مشروع الأسس المنطقية للاستقراء. عندما يقول لك هذا الفيلسوف السيد محمد باقر الصدر، عندما يقول لك بأن نفس الأسس، لأنني قد توصلت إلى استنتاج وليس في مقام الجدل وإنما في مقام إنتاج المعرفة، لأنني توصلت إلى استنتاج يقول بأن المنهج العلمي والمنهج الفكري الذي يراد له أن ينتج العلوم الطبيعية والإنسانية هو عينه المنهج الذي يراد له إنتاج المعرفة الدينية، بنسبة من الاختلاف بسيطة، عندما أي المنهج الاستقرائي، عندما يقوم بهذا المشروع فهو شعر أم لم يشعر قد ردم هوة عظيمة بين طريقة التفكير الثقافية وبين طريقة التفكير الدينية، لأنه قارب المناهج مع بعضها، أي جعلها تدنو من بعضها البعض. لم يقل له أنت منهجك يعتمد على منطق X الذي هو في واد، وأنت منهجك يعتمد على منطق Y الذي هو في واد آخر، وإنما قال لهما بإمكاننا أن نتحدث عن منهج قادر على أن يستجيب لك وللطرف الآخر. توحيد المنهج لتحرير الثقافة من النزعة الوضعية، والقول بأن المنهج الفكري يوصل إلى الله وإلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى، هذا بنفسه أحد أهم الوسائل التي يمكن الحصول عليها لردم الهوة بين طائق التفكير في مجتمعاتنا، تحرير الثقافة من الوضعية. نقطة أخرى أيضا، تحرير، وأرجو أن لا تفهم هذه الكلمة خطأ، تحرير الفقه أو الدين أو العلوم الدينية من خصوص علم الفقه. في كلام كثير جدا أننا في الحوزات ضخمنا الفقه ولا نهتم إلا بالفقه، فأين علوم القرآن وأين تفسير القرآن وأين علوم الحديث وأين الفلسفة وأين العرفان وأين العلوم الأخلاقية؟ نصف سدس القرآن آيات أحكام على المشهور، إذا 6000 وشوي، 500 أخي 600 نعطيهم شوي أزيد، 600 آية عبارة عن فقه، يعني نصف سدس القرآن فقه، لكننا في الحوزة 99% مما ندرس فقه. تضخم الفقه، الآن لا نريد أن ندخل في تفسير تاريخي ليش حصل هذا الوضع ولماذا غابت العلوم الفلسفية وغابت العلوم الأخلاقية وهذه المجال الرحب، لماذا غاب، والجهود المباركة الضخمة التي بذلها كل من العلامة الطباطبائي والإمام الخميني وغيره من العلماء الكبار لإعادة إحياء النزعة العقلية في الحوزات العلمية، لإعادة إحياء الفلسفة، لإعادة إحياء العرفان بالمعنى الإيجابي للكلمة، لإعادة إحياء الأخلاق، لإعادة إحياء علوم القرآن الكريم، لإعادة إحياء علم التاريخ. هذه نقطة مهمة جدا، ليست تضخم المادة الفقهية في الدرس الحوزوي إشكالية منهجية في مناهج التعليم، لا، أكبر من ذلك، إشكالية تطال قدرتنا على التفكير. ليست مشكلة أن أنت ما بتزيد لي مادة في الحوزة يا أخي علوم قرآن، خلينا نزيد مادة الآن علوم قرآن بحيث لو زدنا مادة علوم قرآن حلت المشكلة، لا، المشكلة أن مساحة تفكيرنا أغلبها صار فقهي. أين الأخلاق؟ أين طريقة التفكير العرفانية؟ أين طريقة التفكير الفلسفية؟ أين الدراسات العقلية؟ هذا غاب قليلا. طبعا هناك أسباب في الفترة الأخيرة في القرن الأخير لهيمنة الفقه أكثر فأكثر، وهو جهود المسلمين واستصراخهم لتطبيق الشريعة. هذا الهدف المقدس الذي اشتغل عليه المسلمون خلال القرن الأخير لتطبيق الشريعة أعطى الفقه بوصفه هو علم الشريعة، أعطاه حضور استثنائي في حياتنا، فصار 90% من طريقة تفكيرنا فقهية. إذا استطعنا أن نجعل الفقه إلى جانب العلوم الأخرى
ليس مواد تدريس في الحوزة فقط، وإنما علوم حاضرة بمناهجها الفكرية في طريقة فهمنا للدين. إذا استطعنا أن نفعل ذلك نحن نكون قد حققنا حلقة وصل كبيرة جدا، نكون قد إذا رفعنا الوضعية عن الثقافة نكون قد حررنا الثقافة لتقترب من الدين. وإذا رفعنا الهيمنة الزائد عن الحد الطبيعي، لا أحد يتكلم في علم الفقه، وإنما علم الفقه علم من العلوم، والفقه من الأحكام ومن القوانين الإلهية، لا نقاش في ذلك، إنما الكلام أن بيدك لوحة وتريد أن تعرف اللون الأحمر في هذه اللوحة كم هي مساحته، وهناك ألوان أخرى، وجمال اللوحة بتعدد ألوانها، لأن جمال الإسلام بالعقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك الروحي إلى الله تبارك وتعالى، ليست كل الحياة تنتظم بالفقه فقط، الأخلاق ضرورية أيضا. إذا كانت الحياة الزوجية يراد لها أن تنتظم بالفقه ربما تدمر في اليوم الثاني. الفقه هو المهيئ لمناخ النظام الاجتماعي الذي يمكنه أن يجعل للأخلاق قدرة على الحلول في المجتمع. بداية أنت عندما تنظم الحياة الاجتماعية تنظيما إسلاميا أنت تهيئ المناخ لحلول القيم الأخلاقية. الفقه حماية لحلول القيم الأخلاقية في الأرواح، والأخلاق أيضا حماية لضمان تطبيق الفقه في علاقة كبيرة جدا. إذن أنا إذا استطعت أن أزيد في الحوزات العلمية وفي عقول الفقهاء والمتفقهين أزيد من ضخ العقل الفلسفي ومن ضخ العقل الروحي والعرفاني ومن ضخ العقل الأخلاقي ومن ضخ العقل التاريخي بالمعنى الواسع للكلمة، إذن أنا أستطيع هنا أن أقترب أكثر فأكثر من حل هذه الإشكالية. وهنا يأتي قيمة الجهد الفلسفي الذي اشتغل عليه السيد السيد، فإنه وإن كان جهدا دفاعيا للدفاع عن الإسلام في مقابل التيارات الماركسية، لأنه في واقع أمره قدم خدمة كبيرة لتحرير الأجواء الحوزوية من الحصر في دائرة الفقه والانفتاح على العلوم العقلية وعلى الفلسفة بمدارسها المختلفة. هذا أيضا الأمر. الأمر الأخير وبه أنهي، أنا طولت لأنهم قالوا لي معك مجال وإلا كان المفروض 40 دقيقة. المسألة الأخيرة هي المشاركة في إدارة المجتمع الإسلامي. نحن قلنا إشكالية الاعتراف حليناها، إشكالية المنهج أيضا شفنا كيف أن هناك حلول لإيجاد مقاربات منهجية، أيضا إشكالية الاعتراف هذه يجب حلها. عندما يقول السيد الشهيد لأن المرجع هو المشرف وهو الراعي وهو العباءة التي تحتضن النظام الإسلامي، وفي الوقت عينه يقول لأن الطاقات ولو غير الحوزوية هي التي تقوم بممارسة إدارة المجتمع الإسلامي، هو في هذه النظرية في تقديري قال أو لم يقل يقوم بإيجاد مصالحة سلطوية بالمعنى بين قوسين بالمعنى الإيجابي لكلمة سلطة، سلطوية بين المثقف والفقيه، بين أكبر عنادين علميين في المجتمع. عندما يقول للجامعي وللأكاديمي وللمثقف تعال بإمكانك أن تساهم في إدارة البلاد، ويقول للفقيه أنت لك أيضا قدرة الإشراف بحكم كونك المخول بالبث في القضايا الشرعية، الإشراف والرعاية وأن تضع عباءتك فوق هذه الدولة الإسلامية وأن توجهها وأن تضع لها المؤشرات التي تحرك فيها. ليس من الضروري أن يكون العلماء في كل الإدارات، بل إذا أردنا، وليس عندي خبرة طويلة جدا وكبيرة في موضوع التجربة السياسية للسيد الشهيد، لكنني أخمن بحسب ما أعرف بأن السيد الشهيد عندما شكل الحركة الإسلامية في العراق ولوحظ بأن هذه الحركة الإسلامية حتى في مستوى قياداتها من الدرجة الأولى كانت مزيجا من الفقيه والمثقف ولم تكن من السلك الحوزوي فقط، أعتقد بأنه كان يملك رؤية يحتاج إلى تحليل لكي يشرك الجميع في إدارة أمور البلاد والحركة الإسلامية تحت مظلة الفقيه. هذه النقطة تكاد تكون مهمة جدا ويمكن أن تفتح لنا آفاق كثيرة. وأخيرا نحن نتصور أن هناك إشكالية في العلاقة بين المثقف والفقيه، هل يا ترى يمكن أن بهذه الحلول وبحلول كثيرة أخرى أن تراكم إلى هذه الحلول، هل يمكن أن نحول إشكالية ثنائية المثقف والفقيه إلى أن
لا تصبح إشكالية وإنما تصبح نعمة ثنائية المثقف والفقيه؟ هل يمكن أن نصل إلى مرحلة لا نشعر بالخوف من ثنائية مثقف فقيه اثنين، وإنما نشعر بأن هذا مطلب لنا، أن يكون هناك مثقف وأن يكون هناك فقيه، غايته مثقف متفقه وفقيه مثقف. أعتقد بأنه إذا تنوع المجتمع الإسلامي في قدراته الفكرية وكان هناك مثقف على تماس مع الفقه وفقيه على تماس مع الثقافة واستنار الطرفان، يمكن أن تكون هذه الثنائية نعمة على العالم الإسلامي بدل أن تكون نقمة عليه. هذا ما يمكنني أن أشارك به في هذه الندوة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا القدرة على القيام بتحليل مضاعف لجهود هذا النوع من العلماء، خصوصا في الجانب غير المقروء من كلماتهم، فإن هذا الجانب قل ما اشتغل عليه الكتاب والباحثون، يمكن أن يكون مادة خام للاشتغال عليه بطريقة أو بأخرى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، نعزي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والعلماء الأبرار والأمة الإسلامية جمعاء، في ذكرى استشهاد السيد الشهيد محمد باقر الصادق. وبهذه المناسبة فرقة آل البيت عليهم السلام بالإنشاد تقدم لكم الكلمات للسيد محمد الحسيني والحان هامي العبادي. صدر العراق تألما، فالصدر في الأرض ارتمى. صدر العراق تألما، فالصدر في الأرض ارتمى. وله غزرا عزنا، فالأرض ضجت والسماء. وله غزرا عزنا، فالأرض ضجت والسماء. صدر العراق، صدر العراق، صدر العراق تألما. يا صدر تبكيك العيون، لأنك الصدر الحنون. إن الجواد كما تكون، أسقيتنا منك الدماء. أشقيتنا منك الدماء، أشقيتنا منك الدماء. يا ملكا خير الخصال، وكاشفا درب الكمال. يا كاشفا درب الكمال، يا ملكا خير الخصال،
يا من سقي العذب الزلال أغدق علينا منهما أغدق علينا منهما أغدق علينا منهما صدر العراقي صدر العراقي صدر العراقي تألم صدر العراقي تألم فالصدر في الأرض ارتمى صدر العراقي تألم فالصدر في الأرض ارتمى غلوه غدرا عندنا فالأرض ضجت والسماء غلوه غدرا عندنا فالأرض ضجت والسماء صدر العراق صدر العراق صدر العراق تألم يا صدر شكرا إنما أيقظت شعبا حالما يا صدر شكرا إنما أيقظت شعبا حالما جد بالحقيقة معلنا جد بالحقيقة معلنا فالشعب عظمه الظما فالشعب عظمه الظما فالشعب عظمه الظما عهدا إليك سنقتدي بخطاك دوما سيدي ونرد كيد المعتدي مهما تجبر ظالما مهما تجبر ظالما مهما تجبر ظالما صدر العراقي صدر العراقي صدر العراقي تألم صدر العراقي تألم فالصدر في الأرض ارتمى صدر العراقي تألم فالصدر في الأرض ارتمى غلوه غدرا عندنا فالأرض ضجت والسماء غلوه غدرا عندنا فالأرض ضجت والسماء صدر العراق صدر العراق صدر العراق تألم يا منيتي كيف اللقاء يا منيتي كيف اللقاء رؤياك للروح العزى من دونك العيش شقا قلبي هواك متيما قلبي هواك متيما قلبي هواك متيما يا منيتي كيف اللقاء رؤياك للروح العزى يا منيتي كيف اللقاء رؤياك للروح العزى من دونك العيش شقا من دونك العيش شقا قلبي هواك متيما
قلبي هواك متيما، قلبي هواك متيما. يا قدر حطمت القيود، يا اهلك بالسعد الخلود، اشفع لنا يوم الورود، اشفع لنا يوم الورود بالعفو من رب السماء، بالعفو من رب السماء، بالعفو من رب السماء. صدر العراقي، صدر العراقي، صدر العراقي تألم، صدر العراقي تألم، فالصدر في الأرض ارتمى، صدر العراقي تألم، فالصدر في الأرض ارتمى، وله غدرا عندنا، فالأرض ضجت والسماء، وله غدرا عندنا، فالأرض ضجت والسماء. صدر العراق، صدر العراق، صدر العراق تألم. نلفت عناية السادة والإخوة الحضور والأخوات العزيزات إلى أنهم جميعا مدعوون لتناول طعام العشاء بعد إكمال هذه الندوة. مما يميز مدرسة الشهيد الصدر هو الاحتفاء بالمرجع كقائد ميداني يدير شؤون الأمة ويتواصل معها، وما يرفضه هو انزواء المرجع وانكفاؤه على الإفتاء. وربما يسوغ لنا القول بأن هذه المدرسة تغيير لمسار المرجعية الدينية ودورها في المجتمع،
دور المرجعية الدينية عند الشهيد الصدر هي الورقة البحثية التي سيلقيها على مسامعنا سماحة الشيخ أحمد أبو زيد، فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. بداية الفاتحة إلى روح السيد الشهيد محمد باقر الصدر. ألا إن مالك بن الحارث قد قضى نحبه وأوفى عهده ولقي ربه، فرحم الله مالكا، لو كان جبلا لكان سندا، ولو كان حجرا لكان صلدا. لله مالك وما مالك، وهل قامت النساء عن مثل مالك، وهل موجود كمالك؟ أما والله هلاكه قد أعز أهل المغرب وأذل أهل المشرق. بهذه الكلمات أبنى أمير المؤمنين عليه السلام صاحبه مالكا الأشتر، وبها أيضا نؤبن سيدنا المفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه، الذي نشعر يوما بعد يوم بأن العبارة الشعبية مكانك خالي تصدق بحقه بشكل واضح جدا. في هذه الأيام نعيش ذكرى مرور 30 عاما على رحيل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ولازلنا نستحضره عاما بعد عام، على أن يكون استحضاره إن شاء الله استحضارا مفيدا، لا استحضارا رتيبا مجردا عن الفائدة. في هذه المناسبة رغب الأخوة في أن يلقى بحث يكون فيه شيء من الحيوية، فأحببت أو اخترت أو وقع اختياري على موضوع لطالما حظي باهتمام السيد الشهيد اهتماما كبيرا وأخذ من وقته وقتا كثيرا ومأخذا كثيرا، وهو موضوع المرجعية الدينية ووظيفتها في النهوض بهذه الأمة. نتيجة لمحدودية الوقت ورغبة في تلوين الحديث حول هذا الموضوع، سوف أحاول أن أتناول هذا الموضوع من زوايا عديدة. الزاوية الأولى لعلها تكون لها جنبة فكرية، أحاول من خلالها أن أستوضح العمود الفقري الذي بنى عليه السيد الشهيد رؤيته للمرجعية. والمجال الثاني لعله أكثر ملامسة لواقعنا الحوزوي، حيث نتحدث عن مشكلة من مشكلات البحث الفقهي الموجودة في الحوزة من وجهة نظر السيد الشهيد. والفقرة الثالثة أو المجال الثالث سأدعكم فيه مع نصوص للسيد الشهيد قد تخلو من التعليق، يعني فقط سأتلوها لكنها في نفسها كفيلة بأن توصل رسالة قد تكون أبلغ من الرسالة التي ممكن أن نصوغها أو نصيغها نحن. بداية فيما يتعلق بالمجال الأول، وهو محاولة استبيان العمود الفقري الذي تقوم عليه أطروحة السيد الشهيد أو وجهة نظر السيد الشهيد فيما يتعلق بالمرجعية الدينية والحوزة العلمية. السيد الشهيد هناك أفكار تتكرر في مختلف أبحاثه، في محاضراته، في مقالاته، في كتاباته، في كتبه، في كتيباته. هناك بعض الأفكار عندما تتكرر هذه الأفكار فهذا يعني بأنها أفكار رئيسية للسيد الشهيد، ناهيك عن أنه عبر في بعض كتاباته بأنها من الأسس التي يقوم عليها الفكر الإسلامي. نحاول أن نقف عند محطات، وفي آخر هذه المحطات بحسب الاصطلاح نلملم البحث من أجل التركيز على نقطة معينة.
في بحث حول الولاية الذي كتبه السيد الشهيد بداية تقديما لكتاب الدكتور عبد الله صياد تاريخ الشيعة وأسلافهم. هناك السيد الشهيد عندما وصل إلى الحديث عن الموقف أو الطريق الثالث الذي خلص إلى أنه الطريق الذي ينسجم مع طبيعة الأشياء فيما يتعلق بالمواقف التي نحللها تحليلا نظريا، المواقف التي يمكن أن يكون قد اتخذها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بمستقبل هذه الدعوة الإسلامية التي أفنى في سبيلها حياته. الطريق الأول الذي يطرحه هو أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون قد وقف موقفا سلبيا من مستقبل الدعوة بأن لا يكون قد حدد خطة معينة تستمر من بعده، وهذا الاحتمال بطبيعته مطروح. الطريق الثاني الذي طرحه بأن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد ثقف الأمة تثقيفا شورويا يخولها أن تستمر بهذا النهج من خلال الأخذ بمبدأ الشورى، وهو أيضا احتمال طرحه السيد الشهيد، طبعا طرحه استدلالا يعني استدل على بطلانه. الطريق الثالث الذي يأتي إلى أنه هو الطريق الذي ينسجم مع طبيعة الأشياء، وهو الذي ينسجم مع طبيعة النصوص الواردة لدينا. هناك بالذات بتحليله الخاص وبطريقة صياغته الخاصة هناك يخلص بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قد وقف موقفا إيجابيا من الدعوة الإسلامية بأن أوكل أو بأن ثقف بعض العناصر، الآن نتحدث نظريا فلا يسمي هذه العناصر، أن يكون قد ثقف بعض العناصر تثقيفا توعويا يؤهلها بأن تكون بيدها المرجعية الفكرية وتكون بيدها القيادة السياسية التنفيذية. وركز على هاتين المسألتين، المرجعية الفكرية، القيادة السياسية، هاتان مفردتان وردتا في هذا البحث. والسيد الشهيد هناك قال بأن حديث الثقلين يعبر عن الاتجاه الأول وهو المرجعية الفكرية لأهل البيت عليهم السلام، وحديث الغدير هو الذي يعبر عن الاتجاه الثاني. إذن هناك عمودان، المرجعية الفكرية والقيادة السياسية التنفيذية. هذا فيما يتعلق، لا أقف عند هذه المحطات فقط، أمر عليها مرورا. في حديثه عن أمة أهل البيت عليهم السلام وفي محاضرته حول أمة أهل البيت عليهم السلام والتي جاءت في فترة زمنية سابقة متقدمة قليلا عن بحثه حول الولاية، هناك السيد الشهيد عندما يريد أن يبرر من ناحية معرفية صح التعبير بداية المنهج الذي اعتمده في دراسة حياة أمة أهل البيت عليهم السلام، طبعا الآن أنا أفترض أن هذه الأمور واضحة، يعني لا أتصور بأنه لا، يعني الشريحة العامة عاشت أفكار السيد الشهيد وتغذت على أفكار السيد الشهيد طوال هذه العقود العشرة. هناك عندما يريد أن يبرر ويؤسس في هذا المنهج الشمولي بحسب تعبيره في دراسة حياة أمة أهل البيت عليهم السلام، هناك يقول بأننا عندما نتحدث عن هذا المنهج نريد، يعني أحد أهداف هذا المنهج هو، طبعا لا يعبر هو بالقضاء لكن هو الخدش إن صح التعبير بمنهج سائد في فهم الأمة عليهم السلام أو حياة الأمة عليهم السلام، وهو المنهج القائم على تصوير الأمة عليهم السلام بوصفهم أشخاصا مظلومين قد أقصوا عن هذه السلطة ونعيش تجاههم شعورا تعاطفيا انطلاقا من كونهم مسلوبي السلطة. هنا السيد الشهيد يقول بأن هذا المنهج غير صائب، هو في حد نفسه خطأ بحسب تعبيره، لكن إضافة إلى ذلك هو خطأ من ناحية عملية، وهنا أركز، يقول لأنه يسبب أن الإنسان الذي ينهج هذا النهج ويتعامل مع الأمة عليهم السلام انطلاقا من هذا المنطلق بطبيعة الحال سوف تصيبه حالة من السلبية وسوف تصيبه حالة من الانكماش عن الواقع. ولذلك المنهج الذي نطرحه، يعني المنهج الشمولي، باستطاعته أن يبدد هذه الحالة النفسية التي يعيشها الواحد منا، هذه الحالة السلبية وهذا الانكماش تجاه الواقع. فإذا أحد الأهداف التي يستهدفها بحث دراسة أمة أهل البيت عليهم السلام دراسة الشمولية هو القضاء أو تحطيم، التعبير لنا الآن هو تحطيم هذه الصورة، تحطيم حالة الانكماش والسلبية من الواقع. هذه أيضا محطة نضعها جانبا.
المحطة الثالثة التي أحب أن أقف عندها هي المحاضرات التي ألقاها السيد الشهيد أيضا في فترة متاخمة تقريبا في أواخر الستينات، مجموعة من المحاضرات ألقاها حول الحوزة العلمية ودور الحوزة العلمية، نشرت مؤخرا، طبعا لم تكن منشورة سابقا، نشرت وعن مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر في كتاب اسمه ومضات، بعنوان ومضات. هناك السيد الشهيد تحدث بشكل واضح عن هذه الخطوط، هناك بشكل واضح ذكر بأن الإسلام لديه وجودان، وجود مادي بحسب تعبيره ووجود نظري. الوجود النظري طبعا نحن تعلمون أن السيد الشهيد كلما أراد أن يرد بحثا فهو لا يرده كيفما اتفق، وإنما يقنن له وينظر له، حتى قال بعض أساتذتنا بأن السيد الشهيد إذا أراد أن يشرب الماء فلديه نظرية حتما في شرب الماء، أو بحسب تعبير الشيخ مونية رحمة الله تعالى عليه من باب تلخيص الأجواء، دخل في حوار مع السيد الشهيد فيما يتعلق بالفائدة من الذبح، وهو لماذا أنه نسمي عند الذبح وما الفائدة. فهناك السيد الشهيد حلل تحليله الخاص، وعندما انتهى من الحديث الشيخ مغنية رحمة الله تعالى عليه فقال يعني سبحان الله، هذا السيد الخروف عنده أصبح شهيدا. السيد الشهيد تحدث بطريقة معينة أوصل بأن الخروف هو في الحقيقة الشهيد من أجل هذا الإنسان. المهم في هذه المحاضرات هناك السيد الشهيد يقول بأن للإسلام وجودين، وجودا ماديا ووجودا نظريا. يقصد بالوجود المادي هذا الوجود الخارجي للإسلام، يعني الإسلام المتجسد في عالم الخارج، ويقابله الوجود النظري وهو المتمثل بالتشريعات الإسلامية المختلفة التي ربما يعكسها الفقه بدرجة معينة. فإذا أيضا في هذه المحاضرات تحدث عن وجودين للإسلام، مادي ونظري. إذا في بحث حول الولاية تحدث عن مرجعية فكرية وقيادة سياسية، وفي هذه الأبحاث تحدث عن وجود مادي وعن وجود نظري. هذا الوجود المادي يتلائم مع القيادة السياسية، والوجود النظري يتلائم مع المرجعية الفكرية التي طرحها في ذاك البحث. ننتقل إلى محطة أخرى وهي محطة التفسير الموضوعي الذي بحثه في آخر حياته في الأيام الأخيرة قبل اعتقاله الأخير. هناك طبعا لا أريد أن أدخل بإطروح التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، لكن ما أضافه السيد الشهيد إلى المناهج التفسيرية الموضوعية المعتمدة هو أننا لا نكتفي بالحديث عن موضوع قرآني يكون منطلقه آيات القرآن الكريم نفسها، وإنما نتحدث عن منهج موضوعي متقدم ذاك نحتفظ به، ولكننا نتحدث عن منهج متقدم يقوم على الذهاب أولا إلى الواقع، بحيث يكون الواقع هو منطلق الكلام، نذهب إلى الواقع، نتشبع بالتجربة البشرية، وقلت لا أريد أن أدخل في تفاصيل الأطروحة، نتشبع بالتجربة البشرية ثم نوحد بين هذه التجربة البشرية وبين النص القرآني من أجل استنطاق هذه الآيات للخروج بإجابات قرآنية عن الأسئلة التي أثيرت في أذهاننا بعد أن كنا قد ذهبنا إلى الواقع وتشبعنا بهذا الواقع، أو بتعبير آخر استخدمه هو بأن نخرج بمركبات قرآنية نظرية تجيب عن أسئلة هذا الواقع. إذن لدينا أيضا طرفان، طرف أول هو النص، هو المرجعية الفكرية، وطرف آخر هو الواقع وهو الذي يتعلق بالوجود المادي للإسلام. هناك هذا أيضا هذه محطة. محطة أخرى ننتقل إليها أطروحة الإسلام يقود الحياة التي تعرض شيئا ما إليها سماحة الشيخ قبل قليل، عندما تحدث السيد الشهيد عن خطين أو دعهما الله تعالى في الإنسان، هما خط الشهادة خط الخلافة وخط الشهادة. بتعبير موجز ممكن تلخيص المراد من الخلافة هو كل ما يتعلق بالأمور التنفيذية التي بيد الإنسان أن يطبقها في عالم الخارج. إذن عندما نتحدث عن خط الخلافة نتحدث عن ما له ارتباط بالعالم الخارجي، وعندما نتحدث عن خط الشهادة كما عرفه السيد الشهيد هو الخط الذي يمارس عملية فكرية صيانية أو إشرافية على ذلك الخط، وإذا أردنا أن نقتبس من كلام الشيخ هو الخط الذي يؤمن فرض هذه العباءة على الخط الآخر وهو خط الخلافة. إذن في هذه الأطروحة أيضا يتحدث السيد الشهيد عن خطين، خط الخلافة وخط الشهادة. إذن في جدول واحد نضع المرجعية الفكرية، ثم نضع
الوجود النظري، ثم نضع النص الديني، ثم نضع خط الشهادة، وفي عمود آخر إلى جانبه نضع القيادة السياسية، ونضع الوجود المادي، ونضع خط الخلافة. دائما هناك ثنائي موجود وواضح في فكر السيد الشهيد. السيد الشهيد دائما يتحدث عن هذا الثنائي، حتى أن هناك في هذا الكتاب كتاب ومضات هناك كلمات مختصرة كان يصدر بها السيد الشهيد بحثه، أحيانا كلمة مسجلة صدر بها بحثه الأصولي عندما كان أتصور قد وصل إلى بحث المعنى الحرفي. هناك نبه طلابه وقال لهم بأننا عندما بأن قال لهم بأنكم ترون بأني لعلي أشد الناس اهتماما بهذه المطالب العلمية وبهذه الأبحاث العلمية وببحث المعنى الحرفي وغير المعنى الحرفي، وأنا أدعوكم أيضا إلى أن تكونوا كذلك وأن تهتموا بها. لكن هذا إلى أين يجب أن يقودنا؟ يقول لو بحثنا في جزئية القراءة في الصلاة وخرجنا بنتيجة وهي أن القراءة غير جزء من الصلاة، يعني ليست جزء من الصلاة جزءا واجبا، يقول ما هي الفائدة التي يجنيها الإسلام من هذا البحث؟ يقول في حد نفسه هذا البحث لا يعود على الإسلام بفائدة، لأن المكلف معذر سواء اتبع الأقدمين في أنها واجبة أو سواء اتبعنا في أنها غير واجبة. فإذا علينا أن نبحث هذه الأبحاث التي يكون لها مساس مباشر مع الإسلام، يعني التي يكون لها فائدة للإسلام. ولذلك أطلب منكم بأن يكون درسكم للمعنى الحرفي على طريقة المعنى الحرفي بحسب تعبيره، يعني أن يكون درسكم للمعنى الحرفي ليس لأجل المعنى الحرفي وإنما لأجل الإسلام. طبعا في الهامش نحن يعني يجب أن نبحث أن في بعض الأبحاث هي في حد نفسها قد لا تكون لها قابلية أو اقتضاء فائدة الإسلام، هذا بحث آخر. إذن هناك ثنائية دائما متواجدة في فكر السيد الشهيد وحاضرة عند السيد الشهيد، المرجعية الفكرية والوجود الخارجي أو الوجود النظري والوجود المادي. من هنا خلال المرور على هذه المحطات لا أريد أن أطيل عليكم، نخلص إلى مدى اهتمام السيد الشهيد بهذين الخطين، وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفسر كثير من الخطوات التي ترتبط بسيرة السيد الشهيد ومن الخطوات التي ترتبط بأطروحات السيد الشهيد. عندما أراد السيد الشهيد أن يبحث في المرجعية الصالحة طرحها عام 72 بعد وفاة السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه، ولكن كما يذكر السيد الحائري هو كان قد كتب بحثا تعبير السيد الحائري منذ نعومة أظفاره حول المرجعية ومشكلات المرجعية والحوزة والتصورات التي وضعها هو لمشكلات الحوزة ومشكلات المرجعية. هذا يعبر بأن السيد الشهيد كان شديد الاهتمام بهذا المحور منذ صغره. لماذا؟ لأنه كما يقول السيد الشهيد وكما لحد الآن هو الواقع هكذا، بأن المرجعية والحوزة تشكل رأس الهرم بالنسبة إلى بناء المجتمع الإسلامي الموجود حاليا. فعندما نريد الإصلاح يجب أن نصلح من رأس الهرم، وكما يقول المثل الفارسي قاب أثر ششمي قلي، يعني مشكلة الماء من النبع، يجب أن نصلح ماء النبع حتى يصلح الماء الموجود في أيدينا في النهر. على هذا الأساس نفسر الأمر الأطروحات التي قدمها السيد الشهيد في أطروحة المرجعية الصالحة أو الموضوعية. الآن لا أريد أن أدخل في ما هو الفرق بين المرجعية الصالحة، يعني عندما يتحدث السيد الشهيد عن المرجعية الصالحة ما مراده، وعندما يتحدث عن الموضوعية ما مراده، وعندما يتحدث عن الرشيدة ما مراده. هذه ليست مرادفات، خاصة الموضوعية والصالحة ليست مرادفات، بينهما بين يعني قد تتقاطع وقد تنفصل، لكن ليس هو صلب الحديث. خلص السيد الشهيد إذن على ضوء هذا العمود الفقري وهو الثنائي الذي ذكرناه، لأن من وظيفة المرجع نشر أحكام الإسلام وإيجاد تيار فكري واسع في الأمة يشتمل على المفاهيم الإسلامية الواعية. وهنا أضع خط تحت هذا الكلام الآتي: من قبيل المفهوم الأساسي الذي يؤكد اللهم صل على حول ضرورة إيجاد، يعني من وظيفة المرجع إيجاد تيار فكري واسع في الأمة يشتمل على المفاهيم الإسلامية الواعية، من قبيل المفهوم الأساسي الذي يؤكد بأن الإسلام نظام كامل شامل لشتى جوانب الحياة واتخاذ ما يمكن من أساليب لتركيز تلك المفاهيم، إضافة إلى إشباع الحاجات الفكرية الإسلامية للعمل الإسلامي والقيمومة على العمل الإسلامي. وعلى هذا الأساس أيضا نستطيع أن نفهم لماذا السيد الشهيد أضاف
قيدا مهما جدا عند حديثه عن شروط المرجع في رسالته التالية الفتاوى الواضحة، ليس في تعليقاته على منهج الصالحين. في الفتاوى الواضحة عندما يتحدث السيد الشهيد عن شروط المرجع يذكر الاجتهاد والعدالة وغير ذلك، طبعا لا يذكر الأعلم لأنه لم يتحدث نظريا، ربما في هذا الكون ليس هناك إلا مجتهد واحد. في حال تعدد المجتهدين نرجع إلى نأتي إلى السؤال ماذا نفعل. هناك يأتي السيد الشهيد يقول من شروط المرجع أن يكون مجتهدا. في الفقرة اللاحقة يقول ماذا لو تعدد المجتهدون الحائزون على هذه الشروط. هناك يقول السيد الشهيد يرجع إلى، والكلام الآن للسيد الشهيد، الأعلم في الشريعة والأعرف والأقدر على تطبيق أحكامها في مواردها مع فهم للحياة وشؤونها في القدر الذي تتطلبه معرفة أحكامها من تلك الأدلة. هذا نص من سطرين لكنه نص في غاية الأهمية، أضاف جديدا إلى الرسائل العملية، وهو ينتمي إلى هذا الخط، هذا الثنائي الذي تحدثنا عنه، وهو أنه لم يحصر وظيفة المرجع بالفتية، بل اشترط في المرجع الذي يرجع إليه بأن يكون الأقدر والأعرف في تطبيق الأحكام. هذا يعني فلنفكر فيه قليلا. النقطة الأخيرة التي أختم بها هذا المجال هي من أين نبدأ هذه العملية. هذه العملية تحدث عنها السيد الشهيد، عملية تغيير هذا النظام الموجود، يعني لا أريد الآن أن أسلط الضوء كثيرا على ما هو واقع وقائم، لكن كلامي له مفهوم بطبيعة الحال. عندما نتحدث عن السيد الشهيد فنحن بطبيعة الحال نتحدث عن خط آخر ولو بالإشارة. السيد الشهيد يقول بأن التغيير أولا يبدأ من المحتوى الداخلي للإنسان، هذه الفكرة يطرحها في محاضراته حول التفسير الموضوعي في السنة التاريخية. يقول نغير أولا المحتوى الداخلي للإنسان، ويكون تغييرنا للمحتوى الداخلي من خلال تغييرنا للعنصرين اللذين يكونان المحتوى الداخلي للإنسان، وهما الفكر والإرادة. ثم ننتقل إلى التغيير الاجتماعي الذي يشكل البنى العلوية لهذا المحتوى الداخلي. فإذا علينا أولا، إذا الآن قصرنا النظر على طالب الحوزة وعلى هذا الكيان الحوزوي، علينا أولا أن نغير المحتوى الداخلي لهذا الطالب، علينا أن نغير فكره، وعلينا أن نغير إرادته، أو علينا أن نشحن إرادته. عندما نغير فكر هذا الطالب، عندما نشحن إرادة هذا الطالب، هذا نكون قد اجتزنا مرحلة بناء المحتوى الداخلي لهذا الطالب. طبعا السيد الشهيد تحدث عموما، لكن الآن نحن يعني نحد الصورة. ثم بعد ذلك نستطيع أن نقوم بتغيير على مستوى الحوزة، لكن في المرحلة الأولى إذا أردنا أن نستفيد من السيد الشهيد علينا أن نغير فكر الطالب وإرادة الطالب، ثم بعد ذلك نأتي إلى المرحلة اللاحقة. المرحلة اللاحقة من أين يجب علينا أن نغيرها؟ البناء العلوي. هنا السيد الشهيد يجيب، طبعا نحن نجمع كلمات السيد الشهيد، يجيب في محاضراته حول الحوزة العلمية. هناك يقول بأن عملية التغيير ينبغي أن تبدأ من الإسلام نفسه، يعني علينا قبل أن نبني الحوزة، وهذه فكرة جدا مهمة، قد تغير في عالم الواقع إذا اتبعناها، قد تغير الكثير الكثير، ولكنها قد تصدم أحيانا. علينا أن نذهب إلى الإسلام، هذه الخطوة الأولى، نذهب إلى الإسلام، نقرأ الإسلام قراءة معزولة عن الواقع الموجود القائم حاليا. ثم بعد أن نقرأ الإسلام نأتي لنبني حوزة على أساس ما ننتهي إليه في قراءتنا للإسلام. يعني الإسلام يريد مني نظام اجتماعي معين، نظام سياسي معين، نظام منفتح على الواقع. على هذا الأساس أذهب وأبني حوزة تخدم هذا الخط، تخدم هذا الهدف. هنا يقول السيد الشهيد لا أنني أذهب إلى الحوزة القائمة فعلا، أذهب إلى الحوزة أعيش في الحوزة في داخل الحوزة، ثم أذهب لأكون فكرة عما يريده الإسلام، لأنه بطبيعة الحال سوف تكون الفكرة التي أخرج بها محكومة للواقع الموجود القائم. وهذا أيضا إذا أردنا أن نستفيد من أدبيات السيد الشهيد بحسب ما يطرحه عفوا في محاضرات التفسير الموضوعي أو محاضرات السنن التاريخية، عندما يتحدث عن ثلاثة أنواع من المثل التي يمكن أن يقتدي بها الإنسان، هناك مثل أعلى منخفض بحسب تعبيره، هذا المثل الأعلى المنخفض عبر عنه بالمنخفض،
لأنه مثل أعلى يقتدي به الإنسان ويجعله قدوة أمام عينيه، ولكنه مثل أعلى مستمد من الواقع نفسه، فهو يحمل الواقع ويولد منه مثلا أعلى، لكن باعتبار أنه خاضع لهذا الواقع وليس مستمد من الأعلى فيكون مثلا أعلى بالنسبة إلى الإنسان، ولكنه في حقيقته مثل أعلى منخفض لأنه مستمد من الواقع. فإذا السيد الشهيد يقول عندما الآن البحث النظري، يعني عندما نريد أن نؤسس حوزة علينا أن ندرس الإسلام جيدا بمعزل عن الواقع الموجود القائم الآن، على أساس ما نخرج به نؤسس حوزة. ويقول السيد الشهيد من الطبيعي أننا على أساس ذلك نبني حوزة فيها نظام تعليمي، فيها نظام مالي، فيها نظام إداري، فيها نظام كذا وكذا وكذا، كل هذه الأنظمة تنسجم مع النتيجة التي خرجت بها عند دراستي للإسلام. ونحن نقول لا يمكن أن يكون البرنامج التعليمي للحوزة العلمية، يعني نخرج بفكرة عن الإسلام بأنه يريد أن نغير هذا الواقع، لكن في الوقت نفسه نضع منهجا تعليميا لهذه الحوزة هو بطبيعته قاصر على عن أن يؤدي بالطالب إلى الوصول إلى مرحلة اهتمام بالواقع. إذا فعلا كان الاهتمام بالواقع هدفا للإسلام ونريد أن نبني حوزة تخدم هذا الهدف، على النظام التعليمي أن يكون بطبيعته يؤهل الطالب للوصول إلى هذه المرحلة، ولا لكان هناك نوع من التناقض. يعني لا يكفي أن نطرح شعارا للحوزة وهي أنها تريد أن تهتم بالواقع، علينا أن نبني نظاما تعليميا وهو الأساس في الحوزة هو بطبيعته يدفع بهذا الطالب إلى الاهتمام بالواقع الخارجي وخدمة هذا الهدف. هنا أنهي الحديث النظري، والوقت لا يسع أيضا للحديث عن المجال الثاني بحسب الظاهر، يعني أطرحه على نحو الإيجاز. هناك فكرة طرحها السيد الشهيد أيضا في محاضراته حول الحوزة العلمية، وهي تتصل اتصالا ما بما تفضل به سماحة الشيخ في الكلمة السابقة. السيد الشهيد بعد أن ألف كتاب فلسفة اقتصاد العفوان يذكر في هذه المحاضرات، يخاطب طلابه، يقول بأنكم لا تتصوروا بأن استخراج المذهب الاقتصادي، طبعا الذي هو ذكر هناك بأنه الآن نحن نتحدث عن هذا في هذا الكتاب عن مجرد محاولة، وإلا هي قابلة للتطوير، قابلة للنقد، قابلة للتعديل. يقول لا تتصوروا بأن تأليف كتاب اقتصادنا كان أمرا هينا علي، لأنني دخلت أرضا بكرا، يعني كل الكتب الفقهية الموجودة السائدة لا تستهدف استكشاف مذهب معين، وإنما تعالج المسائل معالجة تجزئية على نحو ما ابتلي به هو طوال 20 سنة من حياته عندما درس بحوث شرح العلوم الوسطى. هناك السيد الشهيد يقول بأن الفقه السني يتعرض له بشكل موجز، يقول بأن الفقه السني، أهل السنة ليس لديهم ذلك العمق الموجود لدى الشيعة، فيركز النظر على الجانب الشيعي. يقول المشكلة بأن الشيعة توجهوا في بحثهم الفقهي اتجاها عموديا تعميقيا، يعني هناك عمق شديد، لكن إلى جانب هذا العمق الذي يؤكد السيد الشهيد بأنه من متفردات الإمامية، يقول بأن هذا العمق العمودي ليس كافيا، وإنما علينا أن نزاوج بين العمق العمودي وبين التوسع الأفقي بحسب تعبيره، يعني علينا أن نحافظ على هذا العمق، وعلينا في الوقت نفسه أن نتوسع أفقيا من حيث الموضوعات التي نعالجها. يعني الفقهاء بحثوا طوال 1000 عام أو أكثر من الطهارة إلى الديات، ونحن إلى يومنا هذا لازلنا نعالج المسائل نفسها. طبعا نحن لا يعني نطالب بتنحية هذه المباحث، هي ضرورية، لكن عندما نفكر بتفكير مؤسساتي لا بأس أن يكون على الأقل هناك تنسيق بين كافة الأطراف المعنية، لأن هذا يبحث الطهارة، ذاك يبحث هذه المسألة، وتكون المسائل المستجدة هي صاحبة الأولوية في هذا المجال. السيد الشهيد طبق ذلك في أطروحة البنك العربوي في الإسلام عندما استجاب لحاجة واقعية خارجية غير مبحوثة في كتبنا الحالية، تناول هذه المسألة وعالجها وقدمها إلى بنك التمويل الكويتي الذي واجه مشكلة. إذن ما يريده السيد الشهيد، أوجز بحث كثيرا حتى لا، ما يريده السيد الشهيد هو أن نتوسع أفقيا من حيث
المسائل، يعني الأنظمة البنكية الآن لها وجود مادي كبير في العالم الخارجي، لكن ليس لدينا درس فقهي، يعني أن يكون هناك درس في الحوزة العلمية، درس فقهي حول هذه المسألة، هذا رونقه يختلف عما لو أتى المرجع نفسه وألف في منزله بحثا حول هذا الموضوع. يعني نحن نطالب بأن تكون هذه الأبحاث جزء من المنهج الدراسي المعمول به. إذن أترك هذه الفكرة، لكن قبل أن أنتقل إلى المجال الثالث بودي أن أشير يعني بحسرة إلى فكرة تعرض لها السيد الشهيد في بحث الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد. هناك أيضا تعرض للمشكلة نفسها وتحدث عن مبررات اللهم صل على محمد، وأيضا تحدث عن مبررات انكماش الفقهاء وانكماش الفقه الإسلامي بشكل عام. تحدث عن المبررات، يعني أوجز الحديث عن المبررات انكماش الفقيه عن تناول كثير من الأبحاث، وذكر بأن هذا الانكماش مرده أساسا إلى الانعزال السياسي والاجتماعي الذي عاشه الفقهاء في فترة من الفترات. لكن هو هنا يعني النقطة التي أريد الوقوف عندها، هو يقول السيد الشهيد: نحن ندعو إلى هذا التوسع الأفقي، طبعا هنا لم يعبر عنه التوسع الأفقي، ندعو إلى كسر طوق الانكماش. وهو يتوقع بأننا الآن في صدد نشهد مرحلة وضع بذرة عدم الانكماش، بذرة الانطلاق إن صح التعبير، ونترقب في هذا المستقبل، هو أصل البحث الاتجاهات المستقبلة لحركة الاجتهاد. هو كان يتوقع بأنه سوف يشهد الفقه الإسلامي انطلاقة. هذا البحث ألقاه في الفترة بعد تأليف اقتصادنا، وفي الفترة التي ربما كان يكتب فيها أو قبل بقليل الفترة التي كتب فيها كتاب البنك الأربوي في الإسلام، لكنه من خلال قراءته للمشهد العام كان يتوقع أن هذه بداية انطلاقة للفقه الإسلامي نحو كسر طوق الانكماش والسلبية الذي عاشه وعاش في داخله، نحو الانطلاق إلى أفق أشد رحابة. ولكن في الوقت نفسه هو كان في تلك المرحلة لا زال يدرس بحث شرح العروة الوثقى، وربما هذا الأمل الذي عبر عنه في هذه الدراسة أو في هذه المحاضرة التي هي في الأساس محاضرة، كان يعني ربما يخولنا بأن نحدث بأنه كان في يوم من الأيام سوف يتخلى عن هذا المشروع، مشروع تدريس بحث شرح العروة الوثقى، الذي هو في نفسه السيد الشهيد بنفسه ألمح في مقدمة الجزء الأول بأنه لا يرتضي هذا المنهج، ولكن الظرف الموضوعي في الخارج أملى عليه بأن يتبع الطريقة المتعارفة. وأنا بتصوري من خلال دراسة سيرة السيد الشهيد بأن انتصار الثورة الإسلامية في إيران شكل منعطفا في حياة السيد الشهيد، ولكن للأسف الشديد لم يكتب للسيد الشهيد عمر أطول حتى نشهد ذلك، ولكن أكاد أطمئن بأن انتصار الثورة الإسلامية في إيران جعل السيد الشهيد يتحرر من كل ما كان قد كبله طوال 20 عاما عاشها في النجف الأشرف. يعني تصوري عندما أتحدث عن تصور لست أتحدث عن تصور محض، وإنما مستمد من خلال متابعة مفردات في حياة السيد الشهيد. كان السيد الشهيد بانتصار الثورة الإسلامية في إيران قد وضع الفترة التاريخية التي كبلته قد وضعها وراء ظهره، لكن للأسف الشديد لم نشهد يعني أيام أطول للسيد الشهيد حتى نرى ذلك في عالم الواقع إلا الكراسات الصغيرة، كراسات الإسلام يقود الحياة. ولكن أنا متأكد بأن الحياة لو كانت قد أسعفت السيد الشهيد لكان قد تحرر من هذه القيود التي أشار إليها في مقدمة بحوث في شرح العروة الوثقى. الآن أقفل المجال الثاني وهو المتعلق بمشكلة ترجع إلى الدرس الفقهي الموجود في الحوزة العلمية، وأنتقل وإياكم إلى فقط قراءة نصوص للسيد الشهيد، يعني أدعوكم مع السيد الشهيد، وهذه النصوص ربما كانت لا تشكل 5% أو 10% من النصوص الكثيرة، هذه النصوص مستقاة من رسائل السيد الشهيد الخطية تعبر عن هذه الهموم التي عاشها السيد الشهيد صلى الله على محمد وعلى محمد. صلى
طبعا السيد الشهيد في أطروحة المرجعية الصالحة تحدث عن أن المرجع يجب قبل أن يتفضل المرجعية أن يبرهن في مرحلة ما قبل التصدي على أنه أهل لهذه المرجعية. هنا في أطروحة المرجعية الصالحة تحدث عن ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل التصدي حيث يبرهن المرجع على أنه أهل لقيادة هذه الأمة، مرحلة التصدي بطبع الرسالة العملية، ثم بعد ذلك مرحلة بحسب تعبيره الهيمنة على الموقف الديني. طبعا الهيمنة بما ينسجم مع خط الشهادة وهو خط الإشراف والصيانة من الانحراف. عام 69 طبع له كتاب البنك اللاربوي في الإسلام استجابة لبنك التمويل الكويتي. إذن بنك التمويل الكويتي طلب من السيد الشهيد، ولو لم يكن يعني لو لم يكن السيد الشهيد بنظرهم هو أهل لهذه الإجابة لما طلبوا منه، عدة محطات فقط. في بداية بعد وفاة السيد الحكيم عقد جلسات أسبوعية مع طلابه لبحث مشاكل العالم الإسلامي، يعني كل حدث يعني يحدث في العالم الإسلامي يأتي السيد الشهيد مع طلابه يتداولون هذا الحدث، ماذا يجب علينا أن نفعل وكيف حدث وإلى آخره. أنتقل إلى تأليفه كتاب الفتاوى الواضحة. كما يقول الشيخ النعماني، كان عندما أراد أن يؤلف الفتاوى الواضحة كان يرسل نماذج إلى الطلاب في الصفوف المتوسطة حتى يقفوا حتى يقرأوا هذه النصوص، فإذا وجد بأن هذه النصوص صعبة بالنسبة إليهم أخذ النماذج سهلها أكثر ثم ردها إليهم إلى أن استقر على صيغة معينة يستطيع من خلالها التوفيق بين مختلف المستويات، وكتب الفتاوى الواضحة بحسب تعبيره بلغة الجرائد. يعني أنا أحصيت قرأت الفتاوى الواضحة، في كل الفتاوى الواضحة على ما في بالي ربما هناك 9 موارد فيها كلمة الأحوط، أتصور 6 موارد مكتوب استحبابا وجوبا، وفقط 3 موارد ما فيها تعيين يعني على الطريقة التقليدية في استكشاف ما هو المراد من الاحتياط. سيد الشهيد ألغى هذه المصطلحات وقد ذكر ذلك في مقدمة الفتاوى الواضحة، وأيضا أشار إلى ذلك في مقدمة موجز في أصول موجز أحكام الحج. سؤال نسأل السيد الشهيد: هل مشكلة المرجعية مع الأمة هي في الحقيقة مشكلة الأمة نفسها في عدم استجابتها للمرجعية؟ يعني هل المشكلة من الأمة؟ هناك نوع من القطيعة لا نريد أن نتحدث عنها الآن بين الأمة، ليس بين المثقف والفقيه، بين إضافة إلى ذلك بين الأمة والفقيه هناك نوع من الانعزال، هل الأمة هي السبب؟ السيد الشهيد هنا يجيب، يقول في إحدى رسائله: أرسل إليكم نسخة من الفتاوى الواضحة، وهي الرسالة التي حاولنا أن نجدد فيها من ناحية العبارة والمنهج والأسلوب، وقد كان الإقبال عليها في الأمة عظيما إلى درجة أن نفذت نسخها خلال أقل من شهر واحد، مع أنه كان قد طبع منها 6000 نسخة، وبعد أن نفذت هذه 6000 طبع الطبعة الثانية التي ضم إليها موجز في أصول الدين، وبينهما أعاد طباعة 10000 نسخة من الفتاوى الواضحة نفذت إضافة إلى هذه 6000، 16000 نسخة نفذت بين الطبعة الأولى وبين الطبعة الثانية خلال أشهر، يعني من شهر رمضان 96 هجرية إلى شهر محرم 5 أشهر نفذت فيها 16000 نسخة من الفتاوى الواضحة. وهذا شيء، يقول السيد الشهيد، وهذا شيء فريد في تاريخ الكتاب في العراق، ويدل على عمق تمسك الأمة بدينها وبمرجعيتها. نص آخر يقول فيه: أرسلت إليكم بضع نسخ من الفتاوى الواضحة التي جسدنا فيها جانبا مهما من جوانب التجديد في المرجعية، إذ قدمنا للأمة أحكام الشريعة بلغة تفهمها وبمستوى أسلوب العصر ومنهجه، وقد كان إقبال الأمة على الفتاوى الواضحة منقطع النظير حتى نفذت الطبعة الأولى تقريبا في أقل من شهر، وهذه سرعة مثالية لا نظير لها في الحالات المشابهة السابقة، وهذا يدل على مدى عمق تمسك الأمة بعقيدتها ورسوخ صلتها بمرجعيتها قيد احترازي القادرة على التفاهم والتخاطب معها. يقول السيد الشهيد أيضا في صدد الحديث عن أصداء الفتاوى الواضحة: وقد تحققت بدايات بعض الآمال التي أسعى إلى تحقيقها. هذا نص مهم جدا، فإني كنت أفكر أن المرجعية النائبة عن الإمام الصادق إذا استطاعت أن تقدم أحكام الشريعة في إطار فقه أهل البيت إلى العالم بلغة العصر ومنهجة العصر وبروح مخلصة، فسوف تستطيع أن تقنع عددا كثيرا من أبناء السنة بالتقليد للمجتهد الإمامي باعتباره اجتهادا حيا واضحا على مستوى العصر،
وبذلك يعود نائب الإمام الصادق مرجعا للمسلمين عموما كما كان الإمام كذلك، ويكون هذا التقليد مرحلة للانتقال إلى التشيع الكامل. لكن للأسف يعني تشيع التقاطي بعد ماكو فائدة، وهذا ما تحققت بعض بوادره، لأن بعض المدرسين المثقفين من السنة في بغداد راجعوني طالبين تحويل تقليدهم من أبي حنيفة إلى الفتاوى الواضحة. وعلى هذا الأساس فقد قررنا طبع الفتاوى الواضحة في القاهرة إن شاء الله تعالى، ليقدم صورة واضحة للفقه الإمامي المليء تقوى وورعا وإيمانا بين يدي المتعلمين من أبناء مصر. يعني هذا النص طبعا يرجع إلى ذي الحجة عام 76، يعني بعد 3 أشهر تقريبا من صدور الفتاوى الواضحة. وصلت الفتاوى الواضحة إلى مصر بعد السنة في بغداد تحول من تقليد أبي حنيفة إلى الفتاوى الواضحة. أهل مصر حدث هناك إقبال على الفتاوى الواضحة، بحيث أن السيد الشهيد أراد أن يطبع كتاب الفتاوى الواضحة في مصر. واسمحوا لي أيضا بدقيقة إضافية، يعني اتفق مع الناشر ليطبع الكتاب في مصر، هذا الناشر طبعه في بيروت وشحنه إلى مصر. السيد الشهيد لديه رسالة لامه فيها، قال له أنا أريد أن يكون الكتاب يعني مضمون الكلام أنا أعبر، أريد أن يكون الكتاب مصريا، أن يطبع من مطابع مصرية، أن تكون الفتاوى الواضحة مصرية، لا تكون طباعة بيروتية مشحونة إلى مصر، حتى التدقيق في هذه التفاصيل. ويقول له أريد أن يكون الحرف بهذا الحجم والسطر بهذا الحجم والمسافة بين الأسطر بهذا الحجم. على كل حال نص آخر. وأما فكرة حول الفتاوى الواضحة أيضا، وأما فكرة السيد أبي حميد، ويقصد السيد موسى الصدر ابن عمه، أما فكرة السيد أبي حميد عن الإهداء إلى الشيخ حسن خالد المفتي في لبنان، المفتي السني وابن عمه، فهي جيدة جدا، وأنا أضيف إليهما شيخ الأزهر. وإذا كان السيد أبو حميد مستعدا لأن يكون الإهداء من قبله وبالنحو الذي يراه هو مناسبا له وللكتاب ولصاحبه، فهو هذا أفضل الوجوه، فهذا هو أفضل الوجوه. وإذا كان يرى من المناسب أن يستحصل تقريضا مناسبا تطوره مناسبا من المشايخ الثلاثة على غرار ما كتبه علي النجدي، وهو أستاذ على ما أتصور في جامعة الإسكندرية في مصر، ليطبع في الفتاوى الواضحة التي يريد الحاج حامد إعادة طبعها، فهذا فتح عظيم للفقه الإمامي. أيضا يتحدث هنا عن مدى اهتمامه بأن يكتب شيخ الأزهر تقريض للفتاوى الواضحة لكي يتضمن في هذا الكتاب الذي سوف يطبع. هناك نصوص لطيفة كانت، لكن الإخوان بعد ظاهر ما في فرصة. فقط السيد الشهيد في آخر عام 78 أراد أن يشتري ساعة من إذاعة مونتي كارلو في لندن حتى تكون منبرا للمرجعية. السيد الشهيد عام 78 أراد أن يشتري ساعة من إذاعة مونتي كارلو حتى يسمع الناس صوت المرجع، وهو ما يذكره في النص الذي لن نذكره التالي عندما حاضر محاضرة تفسير الموضوع، أرسلها إلى بيروت وطلب من السيد عباس موسى رحمه الله تعالى عليه والسيد محمد الغروي أن يعقدوا مجالس توضع فيها هذه الأشرطة بحسب تعبيره، حتى يسمع الناس صوت المرجع، لأن في سماع الأمة لصوت مرجعها مزيد ترسيخ للعلاقة بينهما. يعني السيد الشهيد كان حريصا في أواخر السبعينات أن يشتري ساعة من إذاعة مونتي كارلو ليسمع الناس صوته، وفي الوقت نفسه أراد نشر محاضرات تفسير الموضوع حتى أيضا يسمع الناس صوت المرجع. هذا عام 78، يعني ما يقرب من 32 عاما، لكن الآن مع وجود ما يقرب من 700 قضائية مرئية لا نجد وللأسف الشديد مرجعا واحدا يطل على هذه القضائيات ليخاطب شعبه. إذن المشكلة كما هو واضح، ولسنا بحاجة للتدليل على ذلك، ليست من الأمة وإنما من الترششمة. على كل حال نرجو أن نكون قد سلطنا الضوء على نقاط أو محطات من حياة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. والسيد الشهيد لم يصل بعد على ما في تصوري إلى مرحلة بأنه قد نضب نبعه، لازلنا قادرين على قراءة نصوص السيد الشهيد. طبعا لسنا ندعو إلى الوقوف عند السيد الشهيد، وإلا لكنا ندعو إلى النزع الأصول الصحابية التي أراد هو تحطيمها، ولكن لا زال في نصوص السيد الشهيد وسيرة السيد الشهيد الكثير من الموضوعات التي يمكن العمل عليها من أجل استنطاقها والخروج بتصورات جيدة وواضحة
للثوب الشريف تجاه هذه الموضوعات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واعذرونا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
Thank you.
الله.